السلام عليكم ورحمة الله. أخواني اللي تسمعوني الآن، الصوت واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله. الو الو، الصوت واضح؟ اكو صوت؟ الو تمام، اكو صوت. السلام عليكم ورحمة الله اخوان، حياكم الله. موجودين ثلاث اخوان، اللي عنده سؤال يكتب لي الاسئلة مالته وانا حاضر. لانه وايد يتواصلون وياي على الخاص، على الواتساب مرات يكون اكون انا يعني بالشغل، يكون عندي شغل ما جاي اقدر اجاوب الكل، وما جاي اغطي المعلومات كلها. عنده سؤال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. أخي عبد الله أبو سالم حبيبي، نورتني نورتني يا وردة. شو أخبارك؟ شلون المصانع اللي أسفلت وياكم؟ إن شاء الله بعد هذا المشروع، اشتاقت لك الجنة يا غالي. إن شاء الله بعد هذا المشروع اللي إحنا بيه حاليا، يمكن الأخوان اللي ما يعرفون الآن شغال أنا في أحد المشاريع الكبرى في ألمانيا، في مشروع طرق وجسور. المشروع عبارة عن توسعة لطريق الخط السريع بطول 30 كيلومتر، وعلى هذا الطريق موجودة 56 جسر هدم وإعادة بناء. إحنا مسؤولين على قسم السيطرة والتطوير والمتابعة. إدارة المشاريع الكبيرة تختلف عن المشاريع الصغيرة، يعني ما نتدخل بالتفاصيل الصغيرة مثل ما يقول، لأنه هاي الشركات اللي هي سب كونتراكت شغالة عندنا تحت مسؤولية شركتنا، هم اللي يعتنون بهاي التفاصيل. احنا مجرد نتابع نسبة الإنتاج ونعطي نصايح لإنجاز العمل بالوقت المناسب. أخوي عبد الله، إن شاء الله بعد هذا المشروع أنا أطلب نقلي إن شاء الله على مصانع الأسفلت، فإذا الله خلانا طيبين إن شاء الله بعد ما أنتقل إلى مصانع الأسفلت إن شاء الله نقدر نفيدك بمعلومات. وأهم شيء هسه ركز لي على السكرينز، لأنه بس تتسكر المناخل في مصانع الأسفلت تسوي مشاكل. وأهم شيء تفحصون البتيومين إخواني بالعراق وبقية البلدان العربية. بالنسبة للأسفلت أخوان، ولو إحنا نطلع على الموضوع اللي كتبناه موضوع الحلقة، الأسفلت هو مو عبارة عن مادة سودة بس وتنفرش على الطريق. الأسفلت بكثير محددات وبكثير فحوصات. أخوي عبد الله أبو سالم موجود ويعرف بهاي التفاصيل، وشون كنا نعمل كنترول على الأسفلت وعلى البرودكشن بمصانع الأسفلت. أهم شيء البتيومين ونوعية البتيومين، والخلطة جدا حساسة، خلطة الأسفلت. يعني مو الموضوع مو مزح ولا إنه واحد يتلاعب فيه. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. You're welcome brother. If there is anybody talk English, you can ask his question and I'm going to answer. I'll try my best. ممكن أكثر راح ظل معلمنا حبيبي استاذ راسي عبد الله، ما عليك زود، انت البركه.
اسأل إذا عندك أسئلة هسه بخصوص مصانع الأسفلت والإنتاج أخوي عبد الله، اسأل يعني إن شاء الله على المعلومات اللي أتذكرها، يعني ما قصر وياك إن شاء الله، وإحنا نستفاد من بعض بالنهاية. What's your question, brother? You already, I already clarify your question, you mean? Master civil in Doge. Yeah, you can study in German language and you can study in English language. There is two possibility. And this is up to you, what you want to study. This is your option. But you can study in English and in same time, this is what I advise all my friends. When during your study master, your study the German language. If you have any plan to work in Germany, then when you complete your master during 1 or 2 years, in same time you will have a good foundation for German language. And we are here to support you always. We will give you so many documents to cover the civil engineering terms or the terms in German language, and we will help you how to achieve our the interview. And we are going, anybody here in Germany, I'm going to give him advices how to search work until he get the job, if he's planned to get job in Germany. For study already, I have one video in my YouTube channel. It's talking about how you can apply direct to the university. And I have already my friend, brother, daughter, she's coming here already. She applied direct to the university and she got a chance to study here in English language. Let me read what you have written here. I hope you can answer and clarify my question. أخوي عبد الله، الخلطة الأسفلتية قلت لك اللي هي تمتص الماء، هي الأوبن جريدد. أوبن جريدد، بس إن شاء الله والله ما تعمقت فيها تعذرني، بس إن شاء الله أحاول أحصل لك يعني الخلطة، من لأنه ما نتعامل ويا المصانع نهائيا حاليا، بس أحاول بإذن الله أجيب لك خلطة معينة. بس ما اعتقد راح تكون الخلطه على حسب البيتيومين العادي اللي هو 40 50 او 60 70. تمام، شنو عندنا؟ بس يا اي نو اباوت ذا بروسيجر بس اي اسك اباوت ويتش فيلد شود جيت اون. اتس اول ذا All field is required here, and it's depend of what you like, what you love. Then you can grow up in your direction. What you like, you like work in planning department. You as a planning engineer, or you want to work as a designer, or you want to be just in working the site. Site engineer, or you want to be in the technician or the technician or technical matter. There is so many option for you. You have to decide it by yourself. Then you start. You can work in quality department. So it's up to you. I don't know if I cover your question. I can understand Arabic. Don't speak it, because our language Moroccan. Okay, isn't clear for other. Okay, Alice Clark. So, أخي الغالي حسناوي مهندس نوعية المواد الصعبة.
الصخري للشركات من ناحية density أم في نوعية أخرى توفر للشركة. حلو، سؤال رائع رائع أخوي عبد الله، سؤال رائع. هذا أني دائما كنت أوصي فيه بشركتنا، بشركة غنتوت، بس ما حد كان يسمع لي. احنا في تصميم الخلطة الأسفلتية عندنا ليميت للكثافة من إلى، صح ولا لا؟ احنا لما نصمم على الكثافة العالية أو على الماكسيمم أو فوق المنتصف، احنا صحيح راح نلبي المواصفات بس راح نخسر كاقتصاديا، راح نخسر. ليش؟ لأنه تصميم الخلطة الأسفلتية بكثافة عالية جدا، على عيني وراسي، لبت لنا الاستقرارية، لبت لنا بقية الريكويرمنت، الفويد كونتنت، كل شيء، ستيبيليتي، وات ايفر ريكويرمنت، بس بنفس الوقت ما راح تفرد لنا حجم كبير، او ما راح تفرد لنا مساحة سطحية كبيرة، لذلك احنا جاي نخسر. تمام؟ يعني خلينا نقول التريلا من المواد إذا كانت كثافتها عالية ما راح تنتج نفس السكوير متر لنفس التريلا من المواد، نفس حجم التريلا من المواد بس بكثافة أجريجيت أقل. تمام، يعني احنا نشتغل حجميا، القصد انه احنا نشتغل حجميا، بينما هي جبنا تريلتين بنفس الحجم بس احنا دفعنا بالطن، دفعنا يعني دفعنا للكثافة العالية، دفعنا فلوس اكثر، فبهيج حالة كلفنا الاسفلت اكثر، فاحنا لازم نشتغل تحت الوسط. بالنهاية الاسفلت مالنا هو الدنس جريدد احنا جاي نشتغل عليه، فاني افضل التصميم يكون تحت الدنسيتي، تحت المنتصف، يعني فوق المينيمم بالثلث التحتاني مو بالثلث العلوي، فبهيج حالة راح ينطينا الاسفلت ويا الاجريجيت اللي كثافته ما نقول عالية نقول متوسطة، هو افضل من انه اقتصاديا افضل او للشركة المقاولات أفضل من الناحية الاقتصادية، أنه يفرد مساحات أكبر وبالتالي يجيب لها مردود مادي أكثر، بس بشرط طبعا يلبي بقية المواصفات والفويد والستيبوليتي والمارشال دينسيتي وكل التفاصيل الأخرى. يطلع عندك نقص بطلبية الإسفلت، معناته تشيك المصنع الكالبريشن ميزان الباتشنج اخوي عبد الله، متى مسوين، امتى اخر مره عاملين كالبريشن؟ يعني انت هذا ما يعتمد على كثافه الاجريجيت او كثافه بالنهايه انت عندك ميازين جاي توزن لك المواد سواء كانت كثافتها عاليه او كثافتها واطيه، انت بالمصنع عندك ميازين توزن لك الماتيريال. هلو دكتور. الميازين توزن لك، هذا الدكتور مدير مشروع، توزن لك المواد وقبل ما تنزلها على المكسر. تمام، فانت المفروض هذه ما يكون بها خطأ، يعني اذا الميازين ما بها خطأ المفروض، والباتش مالك معير سواء طنين او طنين ونص، المفروض ما يطلع عندك نقص، حتى ميزان البيتيومين لازم يكون مضبوط، يعني شيك شغلتك شغلة ميازين عبودي حبيبي الغالي. في مجال فرص أكيد مناسبة من الحلقة الأسفلتية، سلام أخي في مجال فرص. محمد لجب، أخي محمد من الجزائر، حياك الله أخي. أني شغال في مجال الطرق والجسور حالياً، واني اذا اريد اذا اقدر افيد احد من اخواننا المهندسين انه يلاقي شغل، فاقدر باذن الله سبحانه وتعالى اساعد المهندسين اللي متخصصين بالطرق. الحمد لله صارت عندنا علاقات كثيره مع شركات كثيره وعندنا عناوين كثيره. مفتاحك للشغل، المفتاح الرئيسي للشغل هو معرفتك للغه الالمانيه، لازم تتعلم لغه المانيه اقل شيء مستوى بي 2 او بي زباي،
ولازم تتكلم بطلاقه. والشهاده اللغه مو مهمه بقدر ما مهم انه انت لما تقدم على وظيفه ويطلبوك عشان تعمل مقابله انترفيو بتروح تتكلم معاهم باللغه الالمانيه وما راح تلاقي صعوبات. مو مهم انه انت عندك شهاده سي اينز زين وتروح بالمقابله ما تعرف تتكلم الماني، هذه مصيبه. أنا لقيت صعوبات كثير بسبب اللغة. مع العلم أنا خبرتي فوق 23 سنة فضل رب العالمين، ما عندي يعني إشكال بأي موضوع تكنيكال، أو بس أكثر من 10 مقابلات أو 8 مقابلات سويت يلا قدرت أحصل على فرصة عمل بسبب اللغة، لأن لغتي أيضا مو جدا قوية. فبعد ما تتعلم اللغة الألمانية أخي الغالي وبالنسبة لبقية الأخوان، ترجم شهادتك الدراسية وشهادتك الجامعية إلى اللغة الألمانية، ترفق معها الخبرة إذا عندك خبرة والسيرة الذاتية ترجمها أيضا، ترفق الشهادة والسيرة الذاتية وترسلها إلى موقع معادلة الشهادات في ألمانيا. عندي أحد الفيديوهات بالقناة على اليوتيوب يشرح وين تقدم أوراقك للحصول على معادلة. بعد ما تعلمت لغة ألمانية وحصلت على المعادلة لشهادتك، تفتح حساب بنكي مغلق أخي الغالي في أي بنك عندكم بمقدار 4000 إلى 5000 يورو. هذا على اعتبار أنه يكفيك لمدة 6 شهور أنه تعيش تسكن وتأكل وتشرب في ألمانيا. هذه الثلاث أشياء تأخذ الدوكيومنتيشن تبع الإثباتات مالتها وتروح على السفارة الألمانية وتقدم طلب، تقولهم أني أريد أروح لألمانيا أبحث عن عمل، يسموها فيزة البحث عن عمل. تقدم على طلب فيزة البحث عن عمل، يعطوك 6 شهور وتجي هنا وأخوك أني موجود وإن شاء الله ما نقصر وياك. وخصوصا مهندسين الطرق والجسور إن شاء الله يعني خلال 6 شهور بيكونوا محصلين شغل إن شاء الله بإذن واحد أحد. أهم شيء إذا تريد تدور شغل هنا بألمانيا، بين مدينة المدينة فرق، أكو مدن ما فيها شغل وأكو مدن فيها شغل وضغط يعني مطلوبين المهندسين بكثرة. فأنت أهم شيء لما تريد تجي تشتغل بألمانيا لازم تقول ما يهمني بأي مكان، مو لازم أني أريد ألقى شغل مثلا بهامبورغ، ممكن ما تلاقي فرصة بهامبورغ مثلا، ولو هي بصورة عامة بالمدن الكبار في فرص أكثر. فهذه الأشياء إن شاء الله أكون غطيت سؤالك أخي الغالي. شهر آخر والله ما فهمت سؤالك أخي حسناوي. عبودي شنو كالبريشن؟ ها من شهر اخر كالبريشن، اعمل انترنال كالبريشن عبودي. ممكن شركات الكالبريشن يجون يعني بس يعطوك شهاده ويهربوا، هم جماعه الكالبريشن مو افهم مني ومنك. يعني مفروض انت عندك الستاندر ويت بالمصنع، كل مصانع الاسفلت تعرف انت سيد العارفين، مفروض تكون فيها ستاندر ويت وتشيك الموازين بنفسك وتقارنها، يعني تحط الوزن، تحط 20 كيلو وبالهوكي توكي تتكلم ويا الاوبريتر وزميلك وتشوف ايش قد عنده يقرا اللود سيل. ايمار جيرنا اخي حسناوي، بس سؤالك الثاني ما فهمته. تعتمد نوعية مواد واحد، تأخذ أكثر من شركة. غلط عبد الله، غلط غلط. الشركة الديزاين مالك المفروض يعني المواد اللي صممت عليها هي اللي يجب أن تستمر الشركة تأخذ من عندها. هذا أني كنت ما أسمح به نهائيا إلا في حالة واحدة، إذا كان المواد نفس الكثافة نفس الأبزوربشن نفس الجريديشن حتى التدرج المنخلي، إذا كانت هذه مطابقة تماما، كثافتها مطابقة، الأبزوربشن مطابق، الجريديشن التدرج المنخلي مطابق، بالإضافة إلى الأنجلوريتي أو التكسير مالها زين،
الفليكنس والالونجيشن نفس النسبه، بهاي الحاله فيك تستخدمها، يعني مطابقه بالتمام، بس اختلفت هاي الاشياء، اختلف عندك الديزاين اخي عبد الله، مستحيل هذه لا تقبل بيها، لانه هذه ما تقدر تسيطر عليها، ما تقدر تعمل كنترول. بعدين اذا تذكر احنا كنا عاملين الفورم لما كنا بالمصانع، نعمل كنترول على الهوت بين بيرسنتج على مود نعمل ادجستمنت، بس بنفس الوقت انت ما راح تكون بالاوبتيمم، تقدر تغير بس يعني راح الخلطه ما راح تكون مطابقه، ما راح تكون هي الاوبتيمم اللي انت صممت عليها، اكيد راح تطلع اوت عن الموضوع. أنا طبعا اسمحوا لي ما أقدر أتكلم بصوت عالي لأنه لساتني بالشغل، و يعني بالمكاتب، ولسه الموظفين موجودين، خلصت شغلي وخلص وقت الشغل، بس نبقى إحنا نتأخر مرات. أخي حسناوي شوفني إذا أنت بعدك موجود في ألمانيا، ما عندك أي مشاكل إنه أنت تبدي شغل؟ مش زينا في الدول العربية إنه لازم تكون عندك خبرة أو فد شيء. في ألمانيا خصوصا الشركات الكبيرة هنا، زين، يكون عندهم قسم خاص لتعيين الخريجين، تمام، يعني أنت حتى لو ما عندك خبرة في قسم خاص تتعين فيه او تحت هذا المجال، ما اعرف شو اللي جاني، يمكن على الماسنجر اجاتني رساله او شيء. على العموم فانت لما تتعين اخي تحت سكشن مال الخريجين او اللي ما عندهم خبره، راح تبقى تحت التدريب، يعني تشتغل ويا مهندس عنده خبره وتكتسب كل المهارات والكفاءات وتتعلم من عنده على مهلك، بالإضافة إلى أن الشركات الكبار عندهم أكاديميات خاصة ويعملوا كورسات لأي برنامج أنت تحتاجه حسب شغلك. يعني أنت اختاريت الديزاين، قسم الديزاين، وصرت تشتغل قسم الديزاين ولسه ما عندك أي معلومات بأي برامج، فهم بالشركات الكبار أنت تدخل على سميت شركتنا أوروفيا فيها أكاديمي، وتدخل على حسب تخصصك تطلب الكورس اللي انت تحتاجه، وتروح تاخذ دورات وتطور حالك، ويعطوك فيها حتى سيرتيفيكيت. بالاضافه اذا شركه صغيره اللي تعينت فيها انت وما في عندك مجال، او ما في عندك مجال تدريب، بس بصوره عامه بالمانيا كل الشركات فيها شلون تقول تطوير للكادر الموظفين، في كورسات خارجيه فيك تعملها، تمام، فما تلاقي أي صعوبات. بس بصورة عامة أخي كل شيء مطلوب هنا، يعني أي شيء تتعلمه أنت أكسترا فوق شهادتك العلمية فهو راح يكون أدفانتج لك إن شاء الله، مش خسارة، يعني ما راح يكون خسارة. Technical skills and software must take in all the same their previous question. اهم شيء، اهم شيء انت من تشتغل هسه، شوف اني مثلا اشوفك قسم من شغلي هسه، قبل شويه كنت اشتغل، انا مثلا عندك هاي على الاكسل، تمام، هاي الدفعات الشهرية، عندك الجيغيتا أو باباخو مراقبة المعدات والإنتاجية، أماتين على الإكسل، عندك التقرير الشهري مثلا نعمله على الوورد، يعني لازم يكون عندك تشتغل بروفيشنال بهذه البرامج المايكروسوفت اوفيس. تمام، هذه شوف كلها اكسل وفورمولا
وتفاصيل هاي وكالكوليشن. خلي اشوف لك المناطس بالغشت مثلا او التقرير الشهري. بسم الله، هذا اخر واحد. شوف ان انا على الوورد شغل على الوورد، بعدين قبل ما تنزله على السيستم تحوله بي دي اف. بهاي الطريقة. تمام أخي، واضح أعتقد عندك تفاصيل هنا. أنا صور تكست يعني مقالات، وإنه شو تم الإنجاز بالمشروع، شو لأن مهم وورد ومايكروسوفت هذه أساسيات، وبالإضافة إلى برامج الهندسية والمواصفات يعني معلومات أولية. الله يوفقك يا رب أخي بدر، بدر الدين شغلك علي إن شاء الله. أخي بعد الأوس بلدونج أنت أعتقد تقدر تشتغل بوليغة أو بوليغ يعني فورمان مراقب عمل، وبعدها أتوقع تقدر تكمل جامعة يعني. وأنا أنصحك تكمل يعني، لا تركز بالدراسة كثير يعني، أو لا تركز بالعمل كثير عفوا يعني. كمل الأوس بلدونج، اشتغل لك سنة واحدة، ما أنصحك بأكثر، وارجع كمل دراستك الجامعية. لما تدخل على الشركة كمهندس تختلف عن لما تدخل إلى الشركة كفورمان. أكيد المهندس يكون شغله أريح و يعني وقته مسيطر عليه، وبالنهاية راتبه أكيد راح يكون شوية أكثر. بس الحلو أنك تتعلم اللغة بالأوس بيلدونج، ولما تروح على الجامعة يكون موضوعها أسهل من الشخص اللي يروح قبل على الجامعة من المدارس من الأبيتور، ما راح يكون ماخذ أربايت بغيفة أو مصطلحات العمل. تمام أخوان، اللي عنده سؤال أنا ما جاي أشوف كل الأسئلة. إما قيرنا أخي حسناوي حبيبي حياك الله، اي شيء عندك حاضر خليك منورنا. انت وعبد الله واخ بدر الدين، ما انا عامل الحلقه على مودكم، على مود اسئلتكم يعني. اللي عنده اسئله انا عامل الحلقه على مودكم، فما عندي شيء. انا صار لي يمكن فتره طويله ما جاي اعمل بث مباشر لانه ما عندي وقت صراحه يعني، يا دوب ملحق على الموقع، حتى فيديوهات ما جاي انزل يا دوب. حاضرين يعني إن شاء الله بس نقدر نخدمكم. بعد أخوان عنده أسئلة؟ طبعا اللي يجي فيزا البحث عن عمل بعد 6 أشهر بس يشتغل، إذا هو متزوج وعنده أطفال، وبعد ما يتعدى فترة 6 أشهر عن شغله يقدر يعني يقدم على فيزا الأهل وككفيل هو يكفلهم ويجمعهم يجيبهم يمه يعني. I'm going to send you our planning study program. What application just for some ads?
information. Can I? Sure. Sure, brother. You can. You can send it all either to my WhatsApp, 0049 6 3 9 8 3 9 9 email. حياك الله اخي بدر الدين. حاضرين، انت بس خلص الاوس بيلدونج وخلي رقمي هذا صار يمك. زين، ان شاء الله شغلك علي ان شاء الله، باذن الله. طبعا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، الله يوفقنا ونلقى لك شغل مرتب ويا شركه كبيره محترمه، لانه لما تشتغل بشركه صغيره يكون ضغط عليك اكثر. الشركات الكبار كل ما كبرت الشركه اخوان كل ما خف الشغل على الكادر والستاف بالكامل، سواء كانوا مهندسين او كانوا فورمانية او حتى عماله. وعليكم السلام ورحمه الله اخي رافد، نورتني مهندس رافد الغالي حبيبي. استلام التبليط الشارع اخي، اهم شيء الليفل السيرفيس. يعني انت من تجي تباوع على شارع، اهم شيء بالستريت ايج تقارن هيك مبدئيا شغلات، راتنج ما راتنج. زين، وبالعين تشوف اذا كلش ناعمه تطلب فحص يسموه السكيد ريسيستنت او فحص الانزلاق. زين، لانه مو معناته اذا كانت طبقه الويرنج كورس ناعمه مو معناته هذا فد انجاز، بالعكس قد تكون هذه نقطة سلبية بجودة الإسفلت. فبصورة عامة الطبقات الإسفلت استلامها يكون على حسب النتائج، قليل يكون على نظريا. يعني استلام طبقات الإسفلت مهندس رافد يكون على مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة النظرية، يستلمها المهندس الاستشاري ويوقع عليها انه عمل انسبكشن وانه تم فرد طبقه الاسفلت اثناء وجوده، وهو كان يتابع درجه حراره اثناء فرد الاسفلت. زين، والليفل يحيل هذا الريكوست، يوقع عليه موافق، يحيله الى المساحين او المساح الاستشاري. المساح الاستشاري يشيك الليفل الطريق ومطابق لل requirement، الشيء المطلوب، الليفل المنسوب المطلوب، يوقع ايضا انه مطابق. والمرحله الثالثه يروح الطلب الموافقه على الطريق الى المختبر، والمختبر هنا راح يطيه فحص المواد، فحص الكومباكشن او الحدل او الدحل. زين، فحص الجريديشن او التدرج المنخلي للاسفلت، بالاضافه الى فحص نسبه البيتومين والمارشال دنسيتي والفويد كونتنت والاستابيليتي، واللي هي مجموعه الفحوصات بالكامل. فاذا هذه كلها كانت ناجحه يتم استلام طبقه الاسفلت او يتم استلام الطريق. فهي عباره عن 3 مراحل متعاضده، خلينا نقول، او مكمله لبعض. اكو شغله يسموها السايت انسبكتر او مفتش الموقع، اللي هو قلنا يكون حاضر اثناء فرد الاسفلت ويعمل كنترول على درجه الحراره بكل سياره تدخل للموقع اثناء فرد الاسفلت، وتشيك على هذه الاشياء، يشيك على يعني فيزيكالي ممكن يكون الاسفلت اللي يجي محروق ويريد يخلص منه المقاول، يقول لك افرده شلون ما كان. عندنا بعد ما يوقع ويخلصون اسفلت يروح للمكتب يوقع ويحيل المساحة اللي تم فردها بهذا اليوم، يحول الطلب الموافقة إلى المساحين. المساحين يطلع يشيك ليفل
بعد ما تم الدحل او الحدل بالكامل، الليفل المطابق يوقع ويحيل الطلب الى المختبر. المختبر يرفق كل الفحوصات انه الاسفلت ناجح من كذا 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 كذا، كله تمام التمام، يوقع عليه، اعتمد هنا، اعتمد استلام الطلقة. اتمنى اكون غطيت سؤالك استاذ رافد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله مهندس محمد جواد ابو جاسم الورد. حسناوي والله ما فهمت عليك يا أخي الغالي، يا ريت اللي يعرف يكتب لي بالعربي شنو قصد المهندس حسناوي. شو فايدة سمنت بدل الفيلر بخلطة الأسفلت؟ والله ما مشتغل سمنت بدل الفيلر، بس أكيد يعطي بوندنج أكثر، يعني شيء يعني واضح. يعني هسه انت احنا بالموقع حاليا نعمل سويل ودبود فيربسغون، يعني تحسين التربه نخلطها مع الاسمنت، هي تعطي تزود الاستابيليتي، تزود الفيربوندنج او التماسك، تزود كفاءه البيتيومين نفسه، كانما تعلي الجريد مالت، بنفس الوقت تقلل الريتنج او الراتنج اكيد. بس هذا الشيء طبعا انا كلها جاي احكي لك اياه لوجيكالي، يعني شيء منطقي، بس المفروض انا اتمنى بعدني شغال وياكم مباشره اخذ فحص لنفس الخلطه في حال ضفنا اسفلت ويا الفيلر او بدل الفيلر، وفي حال بس اشتغلنا على الفيلر، وقارن بين النتيجتين، انت شوف شنو اللي تغير عندك اخوي عبد الله، عرفت شلون؟ فانت تصير انت تنفع ان شاء الله، وبيك البركه تصير يعني حتى تفيدنا بهاي المواضيع. بس كمنطقيا هذه اللي اتوقعها اني اكيد الى ادفانتج يعني. والله بدر الدين الغالي يمكن 4 سنين، أتوقع 4 سنين، بس صدقني إذا خلصت الأوس بيلدونج الدراسة الجامعية إن شاء الله راح تكون سهلة عليك، يعني مو كثير صعبة. وبالنهاية قد ما تتعب أنت بالدراسة وتتعلم صدقني راح ترتاح أكثر بالعمل. ولساتكم شباب يعني لا تتعاجزون من الدراسة، لأنه أنتم الخسرانين، خصوصا الدراسة هنا في ألمانيا شبه مجانية، فلا تتبطرون عن النعمة يعني. الله يوفقك إن شاء الله، ونشوفك حتى ماجستير ودكتوراه تكمل. أين عبد الله؟ أين سعد الروح؟ يا ريت الناس يبدو حبيبي بيك البركة عبودي، أنت يعني المفروض هم يتفهمون، يعني ما يصير انت يصمم على مواد ويجيب لك مواد اخرى، وبعدين من يفشل الاسفلت يذبها براسك. الله يعينك، بس ما اقول لك اكثر من هيك، جريمة هذه جريمة. يعني اذا تذكر من كنت انا ماسك المصانع بشركة غنتوت، ما كنا نبدل عينات الاسفلت اللي كانوا قبل ما اجي على المصانع، ماكو عينة تاخذها البلدية اذا ما كانوا يغيروها ويحاولون يعملوا ادجستد للعينة، تذكر ولا لا؟ من جيت اني صرنا ما يهمنا البلدية تجي، الدي او تي تجي، حياكم الله تفضلوا اخذوا عينات، وين من وين ما تريدون، من المصنع، من الموقع، من وين ما كان، صح ولا لا الكلام؟ اللي يشتغل كواليتي مضبوط يرتاح. تمام اخوان، بالضبط.
الشيخ الحمد لله الواحد يشتغل صح وشي هو الغاية أنه يرضي رب العالمين. لا والله ما استخدمها. شنو هي؟ PIM. Project. Ground login. User. لا والله هذه ألمانيا موجودة. لا أخي أخي بيستخدموا هنا الفاو أو بي أهم شيء. اكتب فاو أو بي. تمام هسه أشوفك إياها. هذه بتساعدك يعني تعطيك أدفانتج إنه هنا لو عندك معرفة فيها بتساعدك. تمام في كتب خاصة موجودة أيضا إذا تحب أودي لك اللينك تقدر تشتريه بس بالألماني طبعا. يعني ما تقدر تحصل على نسخة أونلاين من إلا تشتري نسخة بس في مرفقات مثلا الفاو أو بي سلاش بي هذه تقدر تلقاها. هذه موجودة عندي هنا إذا تشوفها. هذه كلها بي دي إف أقدر أودي لك إياها من 1 إلى 18 فاو أو بي بي. وإذا تريد تعرف أخي الغالي حسناوي شنو الأشياء المطلوبة على حسب الوظيفة يعني من تسوي بحث على الوظائف في ألمانيا باو انجينير أو ديزاينر أو whatever يعني على حسب الوظيفة راح تلاقي أنت شنو هي البرامج اللي هم يطلبوها. يعني للبلانونج يختلف مثلا ام اس بروجكت أنا أخذت فايتال بيلدونج ام اس بروجكت هنا أنا. لإدارة المشاريع أو الكونتراكت أو إدارة المقاولات أو بالدوائر الحكومية يطلبون من عندك الفاو او بي. زين يطلبون الاوبر بروفونج او الشركات الاستشاريه اللي هي تفحص المباني مثلا يطلبون من عنده برنامج مثل 3 دي سيفل او 3 دايمنشن. الاوتوكاد يشتغل عندك. الاول بلان برنامج ايضا يستخدموه هنا بالمانيا. والاركتكت تمام هاي برامج يعني اللي بالعادة تستخدم وكثير أشياء برامج تختلف من شركة لأخرى. يعني أنت تلاقي مثلا شركة معتمدين على الـ MS Project بالبلانونج تروح على شركة أخرى بعدهم يشتغلون على إكسل تروح على شركة أخرى يشتغلون على برنامج آخر برامي فيرا مثلا. فلسه ماكو توحيد هنا أنا بالشركات تعتمد على الـ الشركة اللي انت راح تروح لها. بس بصورة عامة انت قلت لك اي برنامج واي تطبيق تتعلمه وتشتغل عليه او اي كتاب تقرأه فهو ادفانتج بالنسبة لك. مكاوي محمد مكاوي هل يوجد كود ألماني للخرسانة؟ والله اكيد يوجد بس ما عندي معلومات عنه. يا رب ارحم عبدك يا الله عن الوطن عندي.
حبيبي عبد الله، ايش دعوة ايش دعوة عمي، يلا الله كريم فيك، بارك الله. مهندس معاذ حياك الله. شنو عندنا النوب؟ خلينا نسوي هنا، نحط اللينك. بلى تمام. احنا نريد اكثر كمية من الشباب واكثر اسئلة من عندكم ان شاء الله، لانه صدقا ما جاي يعني اقدر اتواصل وياكم على الخاص كلكم، فتعذروني جدا تعذروني. اسمحوا لي بس اخذ من وقتكم شوي، لان اريد اشير اللينك. تمام بسم الله. محمد جواد وينك؟ انس محمد جواد. تمام يا شباب، شيرنا على لينكد ان وشيرنا على نشوف اسئلتكم. بسم الله. لي الشرف أخي حسناوي، يعني رقمي عندك وحاضرين بأي وقت يخطر على بالك أي سؤال إن شاء الله، بس أقدر أفيدك يا رب. مهندس محمد حبيبي، أسئلتك مو بس من نتكلم أنا وياك على الخاص، تقرع راسي شعري وقع هذا من وراك. اسأل اسأل هسه على مود البقية على مود البقية يستفادون. حبيبي أبو جاسم، فضل رب العالمين. أخوي عبد الله أنت تاج راسي حبيبي، وأخوي الصغير عيوني لك. الفحوصات اللي تحكي عليها بس في الشركات الأجنبية داخل العراق، هذا كله ما يصير. أدري مهندس محمد، إذا هذا كله ما يصير يعني شلون أنت تسيطر على كواليتي مال الأسفلت مثلاً؟ إذا الفحوصات هاي كلها ما جاي يصير، شلون تسيطر على الكواليتي؟ ويزعلون من يقول لك الأسفلت هيك برجلهم يضربون الأسفلت يطير. أول شغلة مبين البيتومين عنده ضارب محروق منتهي، ما أدري منين جايبين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أسئلتكم شباب. بالنسبة قلنا للدراسة، يقدر الطالب يدرس بالإنجليزي أو بالألماني، واللي يفكر يكمل بعد الدراسة يكمل يشتغل في ألمانيا فرصه يعني تكون جدا كبيرة، لأن سوق العمل هنا واسع جدا، والبلد هنا يعتمد على اقتصاده يعتمد على البشر، ما يعتمد على النفط مثل بقية الدول. زين،
هنا البشر هي اللي يستفادون منهم ينمون الاقتصاد بالشركات، سواء شركات الإنشاءات، سواء شركات السيارات، التصنيع، بكل المجالات. مهندس محمد، هو هذه الغلط اللي موجود بكل الدول العربية. شوف، أنا تقريبا أكثر من 15 سنة اشتغلت بالإمارات. الإمارات دا يشتغلون صح، وهسه ألمانيا بعد أزيد من الإمارات دا يشتغلون. راح أقول لك شلون يشتغلون بالإمارات، شلون الشغل بالإمارات، وراح أقول لك شلون الشغل بألمانيا. شفت، أنت فتحت لي موضوع كلش زين. أنا ليش أريد مشاركتكم؟ خلي أشوف عبد الله شو يريد بعدين. حبيبي عبد الله، والله تعلم ألماني، وصدقا يعني إذا تجي هنا إن شاء الله تحصل يعني شغل، إذا تدعمها بشهادة يعني وخبرتك، فإن شاء الله الأمور طيبة. ما أعرف هذه الكومنت، أنا آسف ما جاي اشوف كل الكومنت اللي جاي تصير على الفيديوهات باليوتيوب او عفوا بالفيسبوك او على اليوتيوب. على اليوتيوب دا اشوفها، بالفيسبوك ما جاي اشوفها، فتعذروني، او على الماسنجر. نرجع لسؤالك مهندس محمد. ايه، يقدر الواحد يقدم ماستر بالانجليزي جدا عادي، وتقدر ورا ما تجي هنا تبدي كورس لغة بالتوازي ويا الماجستير اللي بالإنجليزي، فتكسب إنه أنت جيت الألمانية بصورة مبكرة، وتكسب إنه أنت تدرس ألماني في ألمانيا، وعلى ما تخلص الماستر مالتك تكون تعلمت ألماني، وبعدها تكون صارت عندك ماجستير ولغة ألمانية، وعندك أخوك موجود هنا يساعدك إن شاء الله إلى أن تلاقي شغل. عندك ثلاث شغلات ادفانتج. حبيبي عبد الله، الله يوفقك، ان شاء الله نجيكم يا رب، ان شاء الله نجيكم ونلتقي يا غالي. ما كملت لك مهندس محمد طريقة العمل، ويمكن عبد الله يأيدني بهذا الموضوع، لأنه عبد الله أخويا وحبيبنا، اشتغلنا مع بعض وكانت أحلى أيام. يعني التيم وورك أهم شيء، المهندس يشتغل ويا المسؤولين اللي يعني يديرون نفس المنشأة ونفس العمل، يشتغلون بإيد وحدة وكعائلة وحدة. وشوف هذه نتاجها، أخويا عبد الله أبو سالم، يعني بيناتنا أخوة في الله ومحبة في الله، يعني فوق ما يتصور كل إنسان. وإحنا كنا نشتغل مع بعض، فاترك أثر، اترك أثر، يعني بالنهاية الدنيا فانية. إخواني الأعزاء، نرجع السؤال المهندس محمد جواد. نظام العمل بلداننا للأسف العراق أو سوريا أو الجزائر، أو ما أعرف بالجزائر وبقية البلدان، بس أقل شيء أعرف ببلدي النظام جدا سيء، نظام العمل. السيستم في ألمانيا، في عفوا نبدي بالإمارات أول شيء، هو عبارة عن الجهة المالكة زين للمشروع، والجهة المالكة تحدد يا إما مكتب استشاري، يا إما مكتب استشاري ومكتب إدارة مشاريع، اثنين هذول اثنين هم يكونون فوق، يعني مرتبة فوق المقاول، يعني رقابة على المقاول. تمام، إذا هذول ما استلموا الشغل من المقاول، الدولة ما تصرف له فلوس. فانتبه، انتبه. ونفس الوقت الدولة تدز مهندسيها تراقب على هاي المكاتب الاستشارية، يعني خاف يكون المكتب الاستشاري مرتشي من المقاول، فياخذون عينة، اوكي اخذها
المكتب الاستشاري يفحصها بنفس الوقت، يأخذون عينة ويروح يفحصوها بدائرة البلدية نفس العينة على مود يعملون كروس تشيكينج. تمام، هاي النقطة. النقطة الثانية وخصوصا في مشاريع الطرق، بكل مشروع يوجد مختبر مستقل في المشروع يفحص كل المواد سواء السويل ماتيريالز او الاسفلت ماتيريال او حتى الرود ماركينج او وات ايفر الستيل والاشياء الاخرى. واذا ما موجوده المعدات اللي تفحص المواد اللي مستخدمه في الطرق غاليه، يتم فحص العينات في الاندبندنت لاب او المختبر المستقل. بس بصوره عامه فحص اسفلت، فحص بروكتر، فحص سي بي ار، فحص كومباكشن، هذه كلها تتم بالمختبر، مختبر خاص للمشروع يقوم بالفحوصات المقاول بإشراف مباشر من الاستشاري. أخوي عبد الله نورتني وأثريتنا والله بكلامك حبيبي، أسعدتني يعني بوجودك وياي. محمد الجبوري، أبو جاسم الوردة، شد حيلك على الماجستير. يلا أنا مهندس محمد بالمناسبة هنا أنا أخونا جاي يدرس بألمانيا ماجستير، أسعدني والتعرف عليه والتواصل وياه. طبعا أنا عندي بالموبايل هسه دائما أكتب رقمي على أي بث مباشر أو على أي فيديو، وسعيد جدا إنه جاي أكسب يوم عن يوم، أكسب أخوة في الله وأتواصل وياهم وأحاول أخدمهم وأساعدهم بأي شيء. تكاليف أخي كلها محسوبة، مهندس محمد جواد، تكاليف كلها محسوبة، هذه من ضمن إدارة المشاريع. زين، هاي كلها تنذكر بالعقد، يعجب المقاول يعجبه، ما يعجبه لا يأخذ المشروع. زين، يعني حتى تقدر الدولة يحملون كلفة المشروع، يحملوها رواتب الكوادر الاستشارية. زين، أو الدولة تصرف لهم بصورة عامة، الدولة هي مطلعة الأجور مالتهم، يعني يراد لها بلان، يراد لها مخطط. زين، خلي أحكي لك بعد، خلي أحكي لك على ألمانيا، بس حكيت لك بس على الإمارات. على سبيل المثال المشروع اللي احنا بيه هسه، مثل ما قلت لك مشروعنا بالمانيا، طريق سريع 30 كيلومتر، توسعه لاينين من كل جهه، على المشروع او على الطريق 56 جسر هدم واعاده بناء. تخيل كبر المشروع وضخامه المشروع، يعني الدفعه الشهريه عندنا تقريبا شيء 10 ملايين، 10 ملايين يورو شهريا الانجاز والانتاجيه، مرات اكثر. زين، انت ضخامه هذا المشروع، زين عندك كم شركة كواليتي؟ تصور يعني اندبندنت، مستقلة عن شركتنا، يا ريت يعني من ضمن الشركة. هنا النظام يختلف عن الإمارات، مثل ما قلت لك احنا لا، بالإمارات كل مشروع المقاول يسوي مختبر ملحق بالمشروع ويسوي الفحوصات بإشراف الاستشاري، والاستشاري بس يوافق تتقدم الدفعات للدولة، والدولة تصرف الفلوس حسب نسبة الإنجاز. بألمانيا لا، عندك 3 مكاتب استشارية، 3 مكاتب استشارية تستلم منك الشغل. زين، يالله تستلم منك الدولة، تخيل. هاي نقطة. النقطة الثانية، المساحين يشتغلون بشركة مستقلة يعني على شغلك، الديزاينر من شركة أخرى، أو البلانو من شركة أخرى، المانجمنت من شركة، ترمين بلانونج أو السيطرة على المواعيد، المايلشتاين أو المايلستون، يعني السيطرة على الاكتيفيتيز مال المشروع، أيضا جهات أخرى التابع. إحنا كمانجمنت وإدارة وتطوير نعمل أوباباخون أو مراقبة
جوينتلي ويا هذه الشركه، جماعه البلانونج واللايستونج او الانجاز، فيعني يشتغلون تحت ادارتنا بس احنا نتابع شغلهم. يعني الموضوع هنا هسه هذا مشروعنا اصلا هو ثلاث شركات متحده لانجاز هذا المشروع، ويشتغلون وياهم كسب كونتراكت اكثر من خمس شركات، من ضمنهم ثلاث شركات الكواليتي اللي يستلمون الشغل. اذا هم ما استلموا الشغل الدوله ما تستلم من عند الشغل. هنا ما حد يناقش بالكواليتي، لانه انت يهمك تشتغل كواليتي، يعني ماكو مقاول يحاول يعمل تشيتينج او يغش بالشغل مالته. نشوف تكاليف، لا تكاليف الدراسة مهندس محمد. والله شوف انت راح ازعل عليك، لانه انا الموقع اللي مخليه للتقديم المباشر على الجامعات الألمانية، زين انت ما داخل عليه ولا شايفه، تروح تدخل على الموقع هذا تخلي تعمل فلتريشن، تعمل فلتر انه انا اريد ادرس باللغة الإنجليزية، أريد أدرس الاختصاص الكذا، أريد أدرس هندسة مدنية، التخصصات الكذا، كلها بيها فلاتر، ومن تختار التخصص اللي أنت تريده بالضبط يطلعوا لك الجامعات وين موجود، ومن تختار الجامعة اللي أنت تريدها وتفتحها يطلعوا لك اللي يسموه الفيز كوست أو التكاليف، وتطلع لك التكاليف من جامعة لجامعة تختلف، بس تكاليفها جدا رمزية صدقني، مو 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 غالية. يعني ممكن مهندس محمد يقدر يفيدنا شوية، مهندس محمد الجبوري إذا لسه موجود يعطينا فكرة بس عن تكاليف السمستر، يا ريت يكتب لنا. أبو جاسم محمد الجبوري، عندك أخوك محمد جواد من الديالة يسأل على التكاليف، ما عنده وقت يدخل على الموقع. بسيطة أبو جاسم، بطلنا اللايك، ما أريد اللايك من عندك عمي، ادخل استفاد أنت. أسئلتكم أخوان، أسئلتكم أخوان، أسئلتكم. أسئلة؟ أخوان اللي عنده سؤال على مود البقية يستفادون، لأن الفيديو راح يكون هذا على اليوتيوب يبقى موجود، فالعالم تدخل إن شاء الله وتستفاد من الأسئلة. نرجع نعيد بعجالة أنه بالنسبة للحياة هنا بألمانيا، الحياة جدا بسيطة ومريحة، وأنصح باللي عنده عائلة ما يسكن بمدينة كبيرة ولا يسكن بقرية نائية، يسكن بمدينة وسط راح يقدر يحافظ على دينه ومعتقداته وثقافته، وجدا يحافظ عليها بصورة أكثر مما يتصور البعض، أنه يجي الواحد هنا ويضيع كل شيء. بالعكس إحنا المساجد عندنا فتحت والعالم تصلي بالمساجد قبل ما تفتح في الدول العربية، صار لها أشهر من فتحة المساجد هنا والفضل رب العالمين، والعالم محافظة على تقاليدها ودينها وكل شيء تمام التمام. بالعكس يعني حتى في المدارس وفي رياض الأطفال يقول لك أنت تكلم مع ابنك بالبيت باللغة لغتك الأم سواء عربية أو غير عربية،
تعلم اللغات هنا أنا يعتبروها أدفانتج لكل طالب، فما يريدوا يخسر لغة الأم ويتعلم ألماني وبالنهاية راحت عليه ما يعرف يتكلم عربي. لا، يقول لك إحنا نريد طالب يتكلم ألماني ويتكلم عربي ويتكلم فرنسي ويتكلم إيطالي ويتكلم إسباني، علموهم لغات. هنا أنا أقل شيء اللي يتخرج أو ياخذ بكالوريوس قبل ما يدخل على الجامعة هنا في ألمانيا يعرف 3 لغات أقل شيء أو 4 يمكن، فيعتبرون هاي اللغة العربية هي تحصيل حاصل راح تبقى يما، ويقول لك الألماني ما عليكم به، طلاب المدارس إحنا علينا نعلمهم ألماني. فالعيشة كلش حلوة بألمانيا، وأكو احترام للإنسان وللإنسانية، وأكو رحمة، وأكو شغلة مهمة أريد أوضحها للناس اللي للأسف موجودة ببلدان المظلومين بحكوماتهم اللي ما جاي تفكر بالمواطن، برغم من إنه بلدان غنية جدا. هنا اللي يشتغل يدفع ضرائب، والضرائب هي بمثابة إحنا بديننا الإسلامي الحنيف المفروض الغني يدفع زكاة. هنا اللي يشتغل يعتبره غني، طالما جاي ياخذ راتب يعتبره غني، أي واحد يشتغل يعتبره غني، فيدفع نسبة من الراتب. إذا كان متزوج يختلف النسبة مالته، إذا كان عنده أطفال تقل النسبة مالته، إذا كان عزابي نسبته عالية. يدفع هذه الضرائب للدولة بخزينة الدولة، وهاي خزينة الدولة تدفع للفقراء للي ما عندهم شغل، بس بشرط جاي يدورون على شغل وما جاي يلقون شغل، يدفعوا لهم راتب يعيشون بيه أحسن عيشة، يلبسون أحسن لبس، وبالإضافة يدفعوا لهم حق سكن، حق شقة، إيجار شقة على مود يسكنون بيها ويعيشون حياة كريمة، ويدفعوا لهم حتى الكهرباء والمي. زين، هاي العيشة بألمانيا بكل بساطة أخوان للي يريد يعرف. الدراسة مجانية للمقيم بألمانيا، يعني أنت إذا تشتغل هنا واشتغلت وجبت عائلتك وأطفالك راح يدرسون بصورة مجانية، راح يتعلمون لغة مجاني، راح كل هاي التفاصيل زين بالمدارس يعلموهم إياها. حتى الجامعات اللي يكمل جامعة ياخذ قرض من الدولة، أعتقد بعد ما يتخرج يرجع قسم من عنده بس، والباقي يعني إلى حلاله. فأكو دعم مو طبيعي للمعيشة هنا في ألمانيا وفي أوروبا بصورة عامة. حياك الله أخي حسناوي، الله يحفظك، شرفتنا. إذا عندك أي أسئلة أخرى يا ريت تثري الحلقة قبل ما نسكر البث المباشر. تمام أخوان، خلصنا مرحلة المعيشة، نجي مرحلة الدراسة. قلنا الدراسة نرجع على عجالة، نقول يقدر الواحد يكمل أكثر شيء طبعا مثل مخلص جامعة والكلية ببلده ويريد يجي يكمل ماجستير وبنفس الوقت يشتغل. فهذه أسلم وأسرع طريقة إنه الواحد يقدم على دراسة باللغة الإنجليزية، مثل ما تفضل المهندس محمد جواد أو سأل، فقلت له إنه هاي أسرع طريقة إنه أنت قدم على ماجستير باللغة الإنجليزية، حصل على قبول، تجي هنا أنا. رسوم جدا قليلة ما تعتبر غالية، يعني مقارنة بالجامعات بدول الخليج 90,000 الماستر أو 30,000 يورو أو دولار، ماكو شيء. يعني يمكن كل الشهادة الماجستير تدرسها يمكن ب10,000، من 5,000 إلى 10,000 دولار، ما تطلع أكثر يمكن، والله أعلم. يعني واحد على حسب الجامعة وعلى حسب المدينة اللي تدرس فيها. فشوفوها بالموقع اللي منزله أنا على اليوتيوب، موقع البحث عن المقاعد الدراسية سواء ماجستير أو دكتوراه. بصورة عامة هنا أنا بعد ما تخلص الماجستير وتخلص فيزتك الدراسية، أحد الأخوان من مصر تواصلت وياه قال لي بس أكمل ماجستير، قال هنا عندهم نظام إنه تقدم على فيزة البحث عن عمل، فطالما أنت خلصت ماجستير من ألمانيا راح يوافقوا لك على فيزا مدتها سنة ونص للبحث عن عمل. فتخيل أنت، يعني
ليش؟ لأنه بلد يشجع ويحترم الخريجين، يحترم الناس اللي درست في بلدهم، فيقول لك أنت جيت ودرست ماجستير وعندي بلدي وتريد تطلع، أنا أشجعك أنه تبقى هنا وتشتغل هنا، لأن أنت مكسب راح تكون بالنسبة لي، مو مثل بعض البلدان الكفاءات مالتهم يطردوهم ويضيقون عليهم ويهججوهم على مود يخلى الجو للناس اللي هي للأسف ما تتصرف حتى بذرة من العقل، يعني على مود شو نقول يختلون بإدارة السلطة وإدارة مرافق الحياة، إدارة جدا سيئة للأسف الشديد. تمام أخوان، اللي عنده سؤال واللي يدرس طبعا بالألماني فهو أوتوماتيك تعلم اللغة الألمانية ومفتاح كل المجالات وكل يعني أبواب مستقبلك هنا بالعمل بالدراسة بالمعيشة هي اللغة الألمانية، لأنه أخوان هنا الشعب الألماني متحيز جدا للغته، يعني بعض الأحيان نتقابل ناس يعرفون يتكلمون إنجليزي بس يرفض يتكلم، يعني أي واحد مخلص خلينا نقول هنا يختلف النظام، يسموه أبيتور اللي هو سادس إعدادي احنا نقول عليه أو علمي أو أدبي، فهذا يعرف إنجليزي تحصيل حاصل 1000000%، هذا دارس لغة ويعرف يتكلم إنجليزي بس ما يتكلم إنجليزي، في حال قابلته في الطريق مثلا أو في دائرة معينة يقول لك لا أنت في ألمانيا تتكلم ألماني، طبعا ما عدا في المناطق السياحية لغرض جلب السواح فيتكلمون بلغات مختلفة خصوصا الإنجليزية. جينا على موضوع العمل، تمام العمل أخوان قلنا كثير ناس يفكرون أن الموضوع صعب، من قال حيا أخي أحمد العمر حياك الله يا غالي يحفظك ربي، حاضرين للطيبين أبو شهاب الوردة، إذا عندك سؤال يا ريت تثري الحلقة لأنه الشباب بس مستمعين وما حد جاي يسألني، أنا أتمنى تسألوني وأجاوب أحسن من يعني أظل بس أتكلم وممكن أنسى بعض النقاط ما أغطيها، لأنه بس ما شاء الله عليكم بعض الأخوان من أتواصل وياهم على الواتساب يعني أسئلة كثيرة تكون عنده، وكنت أتمنى أسجلها مثلا وأنزلها كفيديو أو فتشي، بس من أفتح بث مباشر للأسف ما يكونون موجودين، على العموم نتواصل ويا الأصدقاء والمعارف أيضا هذا يكفي ويسعدني جدا. بالنسبة للشغل أخوان أهم شيء اللغة مثل ما قلنا مرة ثانية، مفتاح كل شيء هي اللغة الألمانية، اللغة لازم تكون أقل شيء B2 أو B2 أقل شيء، ولغة عن لغة تختلف، واللغة الألمانية مو بالشهادة، اللغة الألمانية إذا أنت تريد تشتغل بألمانيا معناتها لما يطلبوك للمقابلة للانترفيو تقدر تروح وتدخل بالمقابلة يعني تدير الكوميونيكيشن بينك وبين اللجنة اللي تقابلك، لأنه هنا لجنة المقابلات خصوصا بالشركات الخاصة 3 يجوز يقابلوك، 4 بالدوائر الحكومية يقابلوك 6 إلى 8 أشخاص وكل واحد محضر له كوم أسئلة، فأنت إذا لغتك مو قوية جدا فما راح أكيد ما راح تقنعهم ولا راح تحصل وظيفة، تمام فأهم شيء لغتك قوية وتقنعهم بكفاءاتك وتقنعهم بطموحاتك وتقنعهم بكل شيء. حياكم الله، أهلا وسهلا، حياك الله أخي سامر شرفنا، سامر محمود حياك الله. أخوان اللي دخلوا جدد حياكم الله، واللي عنده أي سؤال بخصوص الحياة أو المعيشة أو الدراسة أو العمل في ألمانيا، إحنا حكينا أول بداية الفيديو بس اسألوا مرة ثانية
وحياكم الله. إن شاء الله أجاوبكم باختصار باللي أعرفه إن شاء الله، وما أقصر عليكم. أكيد أخوان أكثر عندهم معلومات أكثر من عندي. تمام، حياك الله ونعم منك أخويا ياسين. قلنا الشغل اللغة أهم شيء. اسأل سؤالك أخي سامر محمود. اللغة أهم شيء، بالإضافة إلى أنت موجود بألمانيا فموضوع سهل، مجرد تتواصل وياي على الواتساب أدز لك أكثر من 30 موقع للبحث عن عمل، بالإضافة إلى علاقاتنا مع الشركات بالنسبة للمهندسين اللي يشتغلون بالطرق والجسور. إن شاء الله يعني فرصة إنه أنا أقدر أساعدهم بالحصول على عمل أو فرصة وظيفية تكون شوية أكبر، لأنه هو هذا مجالي الحالي، والشركة اللي جاي أعمل فيها أنا حاليا هي متخصصة بالطرق والجسور. أما إذا كان المهندس أو اللي يدور على وظيفة حتى لو ما غير المهندسين، بصورة عامة مجرد يتعلم لغة مبدئيا، يترجم شهادته إلى اللغة الألمانية، يترجم السيرة الذاتية مالته إلى اللغة الألمانية، يدخل إلى الموقع اللي أني منزله بالقناة كيف أعادل شهادتي أو كيف تحصل على معادلة من ألمانيا. هسه أرجع لك أخي، أي اختصاص بس اكتب لي الاختصاص إن شاء الله أرجع لك أخي سامر. تمام، تسوي معادلة للشهادة مالتك، وعندك لغة ألمانية تتحدث بقوة وبطلاقة، تحط لك 5000 أو 4000 يورو بحساب بنكي مغلق، وتقدم على السفارة الألمانية اللي موجودة ببلدك، تقدم طلب للحصول على فيزة البحث عن عمل اللي هي مدتها 6 شهور. وبعد ما تجي لألمانيا ولغتك الألمانية ومعادلة شهادتك وتبحث عن عمل وتحصل عمل إن شاء الله خلال فترة ال6 شهور هاي، بعد ما تجتاز أي عقد عمل تحصله راح يكون في فترة تجريبية 6 شهور. هاي ستاندر هنا بصورة عامة. فبعد هاي ال6 شهور يقررون الشركة إن هم راح يثبتوك يمهم، يا إما يقولوا لك لا ما تنفعنا. فبعد ال6 شهور بس يثبتوك في الشركة ويقول لك أوكي استمر معانا، تقدر تقدم على فيزا لأهلك ولأطفالك وعلى كفالتك أنت وحسب مقدار راتبك، وتقدر تجيبهم إلى ألمانيا، ودراستهم راح تكون ببلاش، وطبعا معيشتهم عليك أنت، تأجر شقة وأنت تصرف عليهم باقي المصاريف الأكل والشرب واللبس. الاختصاص، شنو هو الاختصاص أخي الغالي؟ اكتب لي أخي سامر، اكتب لي الاختصاص شنو هو؟ مهندس مساحة. عفوا، أنا آسف، أنا اللي ما شفت مهندس مساحة. جدا موجود أنا يعني أقدر فيرمساغونغ اسمها، فيرمساغونغ موجودة أخي. يعني إحنا شلون نشتغل طرق بدون مساحين أو مهندسين مساحة؟ بس النظام هنا أنت ما راح تقدم على شركة إنشاءات طرق، لا، هنا تقدم تسوي بحث على شركات مساحة في ألمانيا. يعني أنت لو تجوز تبقى تدور ما تلاقي. يعني أهم شيء تعرف أنت تسوي ترجمة مهندس مساح تكتبها، تمام، بالعربي تطلع لك بالألماني، وتسوي بحث على الفيرمسا، أعتقد فيرمسا غوم. زين، فالشركات هنا السيستم هسه احنا شركتنا متعاقده ويا شركه مساحه متخصصه، زين، للتشيك على الليفلز والمناسيب اللي اثناء يعني during our work. تمام، فموجوده اخي، موجوده، نعم موجوده، هندسه مساحه موجوده اخي، ومطلوبه جدا، ومطلوبه. اذا المهندس الطرق مطلوب 50% ومهندس المباني مطلوب 50%، فمهندس المساحة مطلوب 100%، لأنه يعمل مع الاثنين.
فأعتقد الطلب أكثر راح يكون على المهندس المساحة. تمام أخوان. اللي عنده أسئلة أخوان، لأنه أنا ما أريد أسكر بصراحة، ما أريد أسكر البث وياكم. بس إذا أنتم ما عندكم أسئلة ف مجبور أسكر البث. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيك إذا أحد كاتب لنا. تمام اخوان، موجودين اربع اخوان، عيوني لكم واسالوني. يا ريت اللي اذا مهندس محمد لو انت موجود، انا ما طلبت من عندكم من البدايه تشيرون البث للجروبات الهندسيه والجروبات العمل. على العموم خلص البث على الجايات ان شاء الله. حياك الله وعليكم السلام ورحمه الله اخي طارق. أنوي دراسة الماستر في ألمانيا. سؤالي، هل دراستي في ألمانيا تزيد من فرصة حصولي على عمل؟ أكيد 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 أخي طارق. أنت مثل ما قلت لك هسه، أنت ما كنت حاضر البث المباشر من البداية، لذلك راح أعيد لك الجواب مرة ثانية. راح أوضح لك الفرق بين أنه أنت تدرس ماجستير خارج ألمانيا أو تدرس ماجستير داخل ألمانيا. زين، إذا أنت درست ماجستير خارج ألمانيا مجبور أنه تسوي ترجمة للشهادة مالتك، وتسوي معادلة للشهادة مالتك، وتسوي تتعلم لغة ألمانية. زين، وتفتح حساب بنكي بمبلغ 4 إلى 5 آلاف يورو، وتودي أوراقك تقدمها للسفارة الألمانية وتقولهم أريد فيزا البحث عن عمل، يعطوك فيزا مدتها 6 شهور، وتيجي تسافر لألمانيا وتبدي تبحث عن عمل بصفتك مهندس مدني. مواقع البحث عن عمل إن شاء الله وطريقة البحث عن عمل أقدر أساعدك بها، وإن شاء الله حاضرين. اعتبرني أخوك، وبأي وقت تتواصل وياي أنصحك أنه تقدم على ماجستير في ألمانيا، لأنه أحد الأخوان من مصر تواصل معايا وتواصلت معه وأخبرني أنه هو ما شاء الله قدم على ماستر ام بي اي، ماستر بزنس ادمنستريشن، وأثناء دراسة الماجستير بالتوازي أكمل اللغة الألمانية المستوى بيزواي أو ما أعرف بالضبط ما أتذكر. فقال لي هو، قال لي بعد ما أخلص، حسب معلوماته هو قال بعد ما أخلص ماجستير من ألمانيا، سواء الماجستير كانت باللغة الإنجليزية أو بالألمانية، هو كان يدرس باللغة الإنجليزية على فكرة، وكان يدرس بالتوازي لغة ألمانية، لأنه أنت ما تقدر تشتغل بدون لغة ألمانية أخي الفاضل. فأنت تقدر على مود تجي بأسرع وقت إلى ألمانيا، تقدر تقدم على ماجستير باللغة الإنجليزية. تمام؟ الماجستير باللغة الإنجليزية راح يكون أغلى كتكلفة من الماجستير باللغة الألمانية. فأنت تقدر تتعلم ألماني وتقدم على ماستر باللغة الألمانية، راح يكون أرخص لك. بس هذا راح تطول على ما تتعلم اللغة خارج البلد.
وممكن أيضا تقدم وتجي هنا ويعطوك سنة تجهيزية لتعلم اللغة، أتوقع، ما متأكد من هاي النقطة. زين، بكل الأحوال أنت سؤالك إنه أنت لو حصلت ماجستير من داخل ألمانيا فرصتك للحصول على عمل أكبر من فرصتك في حال حصلت على الماجستير من خارج ألمانيا؟ الجواب نعم نعم نعم. وبعد ما تخلص الماجستير هنا تقدم، حسب كلام الأخ من مصر الحبيبة قال لي، يعطوني، قال أقدم على فيزا بحث عن عمل، يعطوني سنة ونص فيزا، مدتها سنة ونص، هذه إقامة مو فيزا. زين، وتبحث عن عمل. ليش؟ لأنه الشعب أو بلد هنا بألمانيا يقدر الكفاءات، فطالما أنت أخذت شهادة من عندهم ماستر أو ماجستير، هم غايتهم يحتفظون بيك، يريدون يحتفظون بيك ويكسبوك هم، فيعطوك هذه التسهيلات إنه سنة ونص تدور على شغل إلى أن تلقى شغل إن شاء الله. خير وسلام، أنت مهندس مدني، توكل على الله، سواء جيت تدرس في ألمانيا رقمي عندك موجود، وراح أرجع أكتبه مرة ثانية لأنه صارت الكتابة كثيرة. زين، 0049 16310938 399. تمام، تواصل معي وإن شاء الله أي شيء نقدر نقف وياك به حاضرين، وبيكم خير وتدللون إن شاء الله، ما نقصر ويا كل الناس اللي تحب تتعلم وتحب تخدم بلدها وتحب تخدم البشرية، والله يوفقكم جميعا. هل هناك دراسات عليا ماجستير لاختصاص هندسة المساحة؟ أخي سامر، أكيد موجودة، أكيد موجودة، أكو موقع نزلته أني بقناتي على اليوتيوب، موقع خاص للتقديم المباشر للجامعات في ألمانيا، ادخل فيه حوله للغة الإنجليزية، وادخل في هذا الموقع وابحر فيه، اكتب أنت التخصص وابحر في هذا الموقع، ولا بد إن شاء الله ما تلاقي هذا التخصصات، وتوكل على الله والله يوفقك إن شاء الله. وفي حال احتجت مساعدة هم إن شاء الله ابشر، أقدر أني يعني أسوي لك سيرش، وبس تواصل وياي على الواتساب. والله هذه ما أخي سامر، إنه هل اسم الجامعة وجودتها تلعب دور في معادلة الشهادة؟ اسم الجامعة يعني اسم الجامعة ما أعتقد، المواد اللي درستها والوحدات الدراسية، يعني كم سمستر أخذت وكم ساعة دراسية أخذت لكل مادة معينة، فيقارنون المواد اللي درستها بهاي الجامعة مع المواد اللي كان المفروض تدرسها ويعملوا equivalent، يعني المادة شنو هي المادة اللي درستها وعدد الساعات الدراسية اللي أخذتها بهذه المادة. فإذا كانت عندك نقص بعض المواد ما راح يعني يسوي لك معادلة. أنا بالنسبة لي طلبوا من عندي شهادة الخبرة بالإضافة إلى شهادتي الدراسية، وبعدين حصلت معادلة، تكاليف المعادلة الشهادة ما يتجاوز من 100 إلى 200 يورو، يجوز 150 ما أذكر، لذلك أنا أعطيكم رينج، بس طلبوا من عندي شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية. وفيك بارك الله أخي طارق الزعبي، أنا بس أتمنى من كل أخ يعني إن شاء الله أنا جاهز بخدمتكم، من كل أخ يستفاد بمعلومة أو بحرف واحد أو بموقف من عندي إن شاء الله في حال وجوده في ألمانيا أو خارج ألمانيا، أطلب من عندكم شغلة واحدة بس، تقولوا لي رحم الله والديك، أسأل الله أن يرحم أمي وأبي ويجمعني وياهم في جنات النعيم يا رب العالمين، فقط ترحموا على أمي وأبي إن شاء الله، وجميع موتانا وموتاكم يا رب. أمرني أخي طارق، اسألني مليون سؤال، أنا فاتح بث على موتكم. أخي حتى لو ما عندك سؤال، خلي أقرأ السؤال للبقية.
أنا حديث تخرج، يقصد الأخ طارق أنه هل بعد حصوله على الماجستير أو الماستر في ألمانيا، هل هذا الماستر يغني عن الخبرة العملية؟ كوني بلا خبرة للأسف، وما زلت أبحث عن عمل في دولتي. أخي الغالي، أبشرك، في ألمانيا وخصوصا في الشركات الكبيرة يوجد قسم خاص لتعيين الخريجين الجدد، قسم خاص في كل شركة كبيرة محترمة عندها هيكل تنظيمي، أكو قسم خاص للخريجين الجدد يسموهم تريني أو متدربين، تدخل وتتوظف حالك حال أي مهندس آخر، تبقى لمدة تشتغل عندهم لمدة 6 أشهر إلى سنة كمتدرب تحت مهندس قديم عنده خبرة، تتعلم من عنده، تنهل من عنده من الخبرة، يعني يحط المعلومات في راسك بالقوة، مش عند زي يعني بعض بلداننا يحتكرون المعلومات وما يعلمون المهندسين الجدد. هنا النظام يختلف، هم عايزين يهيئوا ويطوروا الكوادر مالتهم، فيخلوك تشتغل مع مهندس آخر قديم خبرة لمدة 6 أشهر إلى سنة، بعدها تطلع من مجال المهندس المتدرب إلى المهندس بكل وظائفك وبكل امتيازاتك، وتشتغل بصورة طبيعية، وبعدها ممكن تنتقل من شركة إلى شركة كمهندس مع خبرة مع كل التفاصيل. والله يوفقك أخي طارق. الله يبارك فيك أخويا سامر، يرحم موتانا وموتاكم. حاضرين إخواني، أي واحد موجود بالبث ودخل على البث، رقمي موجود، يتواصل وياي، أنا أخوكم بدون أي حواجز، أخوكم في الله إن شاء الله، وخادم لكم مثل ما قلت لكم. أنا رحم الله والديك، هذه تكفيني، وهاي جاي أشتغل لها إن شاء الله. تفضلوا أخوان اللي عنده أي سؤال وأي استفسار قبل ما نسد البث أو ننهي البث. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا هذا البث اللي شيرناه على لينكد ان للاسف ما اشتغل. على العموم نسوي بث اخر ان شاء الله، بس يصير عندي مجال. اختصاص هندسة المساحة. تمام اخوان، نرجع لأسئلتكم، انا رحت عنكم شوية. ليس في الهندسة المدنية، انا اعيش في الجزائر، ماذا افعل اول خطوة؟ اخ منير حياك الله اخي. ليسانس، ما اعرف اني ليسانس، شنو قصدك بالليسانس؟ يعني باتشلر ولا؟ بس اكتب لي ولد، يعني معهد ولا خريج جامعة يعني ولا معهد، على مود أقدر أجيبك تفاصيل أكثر. أخي منير حياك، أي مجال في مجالات الهندسة المدنية هو الأفضل والأكثر طلبا في ألمانيا؟
أخي طارق والله أني شلون أقول لك، المباني عندهم قديمة، يعني المباني من تجي على المباني شغل صيانة، يعني شغل صيانة عندهم، شركات الصيانة تشتغل، بس ما أعطيك خبر مؤكد أو جواب مؤكد، بس إحساسي يقول إن الطرق والجسور أكثر، لأنه الجسور شيء خيالي في ألمانيا، والطرق نفس الشيء عندهم، تطوير الطرق يعني أنا هسه مشروع واحد مثل ما قلت أكثر من مرة بالبث، هذا مشروع واحد من المشاريع الكبيرة في ألمانيا، هو عبارة عن 30 كيلومتر، تقع على هاي 30 كيلومتر الخط السريع 56 جسر. خلي أنزل الصوت شوية هنا. 56 جسر هدم وإعادة بناء، لذلك تخيل 3 شركات مشتغلين بهذا المشروع، كل شركة كم مهندس فيها، هذا مشروع واحد. أكو مشاريع كثير يعني نفس الحجم، أخي سامر راح أسألك سؤال قبل ما أنصحك بالاختصاص أو بالتخصص، يعني شنو هي الاختصاصات الأخرى على مود أنصحك بالاختصاص اللي تقدر تدخله؟ جامعي أخي منير، يعني باتشولر عندك؟ تمام، بكالوريوس. شنو نرجع لسؤالك، أنا عندي ليش أنا أعيش في الجزائر، ماذا أفعل؟ أول خطوة، أول خطوة لماذا أخي منير؟ لأي شيء يعني، أول خطوة لتجي لألمانيا، أول خطوة تدرس تكمل دراسة في ألمانيا، أول خطوة لشو بالضبط؟ ما هي أول خطوة لماذا؟ أجاوبك بصورة عامة ولا تحدد لي؟ راح أنتظرك دقيقة واحدة بس. إذا ما كتبت راح أجاوبك بصورة عامة. للعمل. تمام أخي الغالي. بالنسبة للعمل أخي منير، أول شيء إنك تتعلم اللغة أولاً، وثانيا وثالثا وآخرا تتعلم اللغة الألمانية. صدقا ظليت 2 سنين أدور على شغل، لو ما تعلمت شوية ألماني وصرت أقدر أمشي حالي شوية بالمقابلات، ما كنت أقدر أحصل على شغل. صارت عندي خبرة في البحث عن عمل، هذه الخبرة إن شاء الله راح أشاطركم إياها، وأي واحد يريد مواقع البحث عن عمل عندي أكثر من 30 موقع، دز لي اياها بالايميل دفعه واحده، مجرد تصير عندك لغه المانيه وتعمل السيره الذاتيه مالتك بالالماني وتترجم شهادتك بالالماني، زين. فالمرحله الاولى تتعلم لغه المانيه قلنا، المرحله الثانيه تترجم شهادتك الدراسيه او الجامعيه للغه الالمانيه، وفي حال عندك خبره تعمل السيره الذاتيه مالتك، وحتى إذا ما عندك خبرة تعمل سيرة ذاتية ليبنزلوف يسموها بالألماني باللغة الألمانية. فصارت عندك هذه الدوكيومنتيشن، وتفتح حساب بنكي في البنك اللي حساب بنكي مغلق بمبلغ 4000 إلى 5000 يورو، وهذه الأشياء الثلاثة المطلوبة، اللغة، شهادات اللغة مالتك، واللغة مو بس شهادة لازم تكون، لازم تكون أنت متمكن منها، لأنه أنت إذا حصلت على الشهادة بدون ما تكون متمكن من اللغة الألمانية راح تجي هنا لمدة 6 شهور وما راح تلاقي شغل، راح تحصل على فرص لأداء المقابلات الوظيفية بس ما راح تجتازها لأنه ما عندك لغة. فيفضل قدر المستطاع أنه أنت لغتك تكون قوية، قدر ما تكون لغتك الألمانية قوية
اضمن وتأكد بأنك ستحصل على فرصة عمل، لأن فرص العمل موجودة بكثرة بكثرة بكثرة. الحاجز الوحيد أو المانع الوحيد هو اللغة، حاجز اللغة. فلما تجتاز حاجز اللغة وتترجم شهادتك وتسوي لها معادلة وتحصل على فيزة البحث عن عمل بعد ما تخلي حساب بنكي مغلق بمبلغ 4000 إلى 5000 يورو وتقدم على السفارة الألمانية اللي موجودة في بلدك طلب للحصول على فيزة البحث عن عمل اللي مدتها 6 أشهر، ستحصل عليها لأنه هذه قانونياً يرغبون بها الألمان شلون نقول تقنين الهجرة غير الشرعية وجذب الكفاءات، الناس اللي يستفادون منهم، الناس اللي ما تكون عالة على البلد، لأنه معظم الناس اللي جمي اشتغلوا وعطوا أدفانتج وأولادهم جاي يتعلمون وحيكونون طاقة إيجابية للبلد هذا، بس في ناس لا جمي ما يقدرون يشتغلون، فهم يعني مثل كندا يختار النخبة ويجيبها على كندا. فهم ألمانيا كبلد أوروبي الآن هو يحذو حذو عفوا كندا بجذب الكفاءات، فلذلك أقرت هذه من سنة اللي هو فيزة البحث عن عمل، بعدها تجي هنا أنا وإن شاء الله إحنا موجودين بألمانيا، والأرقام التليفونات ما عندكم، وأي واحد يصل هنا كفيزة بحث عن عمل يتواصل وياي، وبإذن الله ما راح أقصر وياه قيد أنملة إن شاء الله، اللي أقدر عليه I will support him إن شاء الله the maximum. نرجع لأسئلتكم. بسم الله أخي سامر، ما أعرف كتبت لي النوب. إذا أخي إذا ما عندك غير هذا الاختصاص، أنت لما تحب اختصاصك راح تبدع فيه، والفرص موجودة بإذن الله، الفرص موجودة. يعني أنت يعني على مود يعني أعطيك أدفانتج أو مود تشجيع، اختصاصك هذا تقدر أخي أنت تفتح فيه شركة لحالك مستقلة، يعني أكثر فرصك أنك تفتح بزنس إلك وشركة مستقلة حتى أكثر من المهندس، لأنه هسه المهندس المدني يجي يشوف على المواقع الفيسبوك شباب مطلوب خارطة كذا كذا كذا، تمام؟ وأي واحد صار حتى إذا مو مهندس، مهندس ميكانيك يرسم خرائط، مو مهندس يرسم خرائط أيضا بدون برامج يدوي يستخدموها، وحتى يتعلمون على البرامج يرسمون خرائط. فقليل الشركات المهندس المدني إلا يفتح شركة مقاولات، يكون عنده موظفين، يكون عنده علاقات، يلا يقدر يدير شركة. بس أنت بهذا التخصص مجرد يكون عندك جهاز ثيودلايت، جهاز مساحة، جهاز توتال ستيشن، زين تقدر تفتح شركة الخاصة، تعمل ويب سايت وتشتغل شركة خاصة، ممكن حتى هنا في ألمانيا تفتح شركتك الخاصة. فأنت خلص هذا الاختصاص وتعال لألمانيا وإن شاء الله أنا وياك نفتح شركة. يعني يمكن لو مهندس مساحة ومتمكن من اختصاصي بصورة قوية جدا كان من زمان فاتح شركتي الخاصة. للأسف فتحنا شركة في الإمارات، شركة مقاولات، وخسرنا سوء إدارة، لأنه كنت أشتغل في شركة ثانية وأحد الأخوان هو كان المسؤول عليها وعلى إدارتها، وشركة صغيرة يعني مو شركة كبيرة، 10 عمال وفورمان، راحت في مهب الريح. نسأل الله يعوضنا خير إن شاء الله. أخي سامر، هل هناك دائما فرص عمل كثير للمهندسين المساحة في مقاطعتهم؟ نعم أخي، نعم إن شاء الله الفرص موجودة والرزق على الله. أهم شيء أخي أنت تكون أهل للمنافسة، شوف أي فرصة موجودة سواء فرصة عمل أو أي فرصة، فرصة دراسة، فرصة تجارة، فرصة أي شيء، أي فرصة في هالحياة هذا في هالكون راح تكون عليها منافسة، حتى فرصة الدخول للجنة إحنا جايين نتنافس على مود نجمع حسنات على مود ندخل للجنة، تمام؟ فأي فرصة أخي هي عبارة عن منافسة، فأنت قوي إمكانياتك، اتقن عملك،
زين، يعني لما تكون مهندس مساح تكون مهندس مساح، تكون بروفيشنال، تمام، تكون دقيقة بعملك، وممكن تطور تطبيقات معينة، تطور طريقة العمل مالتك. ولما تجي هنا تقدم على عمل، راح يقدمون 100 واحد على نفس الوظيفة، راح يسوون ال50 واحد مثلا من عندهم على حسب الشهادات مالتهم او على حسب الخبرة. اذا ما كانت عندك خبرة مثل ما قلنا، تقدم على الشركات الكبيرة اللي هم يسموهم الخريجين الجدد، لك فرصة ايضا حتى لو ما كانت عندك خبرة. بس مبدئيا راح يسووا لكم مقابلة، بهاي المقابلة راح يقيسون كفاءتك، راح يتعرفون على شخصيتك. فانت اذا متمكن من شغلك انت راح تفوز وراح تاخذ الوظيفة، بالرغم من انه كانوا 50 اخرين رايدين يتعينون بنفس الوظيفة بس ما كانوا كفؤين وفاهمين شغلهم مثل ما انت فاهم شغلك وفاهم دراستك اللي درستها. فالموضوع اخي لا تخاف من موضوع توفر الوظائف او ما متوفرة الوظائف، الوظائف متوفرة وبكثرة، صدقني باليوم يجيني 50 ايميل، زين، يريدون باو انجينير بمختلف البلدان، او عفوا بمختلف المدن، حتى مختلف البلدان، لانه انا اتقدم على امريكا وعلى كندا وعلى الامارات وعلى لينكد ان من مختلف البلدان. هسه بمصر تركيز راغبانين بالمهندسين بشكل، يعني طلب على المهندسين بشكل عجيب، عندهم حملة اعمار الله يعمرها ويعمر بلاد المسلمين ان شاء الله كلها. فبالمانيا اخي مطلوبة كل التخصصات وبكل المجالات، فلا تخاف من هالموضوع، اتقن اللغة الالمانية والباقي جدا جدا سهل. توكل على الله أخي وادرس هذا الاختصاص، مثل ما قلت لك أهم شيء أنك تحب هذا الاختصاص. هذا أنصحك أخي سامر، بهذا أنصحك. إذا ما حبيت هذا الاختصاص فلا تدخل فيه، والاختصاص جدا قيم وجدا حلو، زين، وتقدر تبدع فيه. ومثل ما قلت لك اختصاص فرص أنه أنت تكون صاحب شركة، فرصة أكثر من حتى من المهندس المدني، لأنه أنت بحاجة إلى أجهزة للعمل، تمام، هذه الأجهزة هي اللي قد ما يعني مو الكل يحصلون عليها. فأنت مجرد أنه تجد مهندس آخر، أو أنت إن شاء الله تكون عندك إمكانية بسيطة مادية تشتري هذه الأجهزة، فأنت صرت عبارة عن شركة متنقلة. فأنصحك بهذا الاختصاص إن شاء الله، والله يوفقك. على الانستغرام عندي حساب بس ما استخدمه كثير اخي الغالي، عندي على اللينكد ان، راح اعطيكم حسابي على اللينكد ان، دائما ننشر وظائف على اللينكد ان. حتى تمام، أعطيكم صفحة الفيسبوك عادل زكي، حياكم الله. الفيسبوك هذه المجموعة وهذه الصفحة، هل لديك حساب على الانستغرام؟ قلنا عندي بس والله ما اعرف شلون، يعني ما جاي استخدمه، ما يكون فاتح على طول حساب بالانستغرام. كيف يمكنني التواصل معك مهندس؟ او ممكن ايميل او حساب فيسبوك؟ هذه كلها موجودة اخ طارق الزعبي، بالاضافة الى الواتساب راح اكتب لك اياه، 3 10 9 8 3 9 9، كلها نزلت لك اياها الحسابات على، تقدر تتواصل وياي على اللينكد ان، وتقدر تتواصل وياي على الفيسبوك، وهذا الواتساب ايضا.
تمام، حياك الله. هذا السؤال اللي أنا ما راح أقدر أجاوبك عليه، لأنه إحنا مشروعنا هذا اللي حكيت لك عنه، اللي هو مشروع ضخم جدا، 30 كيلومتر وجسور وروحة وجية وكربستون وطبقات وإسفلت وتصريف مياه سطحية وتصريف مياه الأمطار ومجاري، كل هاي تحتاج شغل مساحين. مثل ما قلت بسياق الكلام أثناء البث، إنه النظام العمل هنا في ألمانيا إنه الشركة الأم تستعين بشركات مستقلة، يعني البلانونج هسه الدرونجز اللي عندنا، الرسومات اللي موجودة عندنا كلها مستعينين إحنا بشركة باوت سايشنر، يعني درافت مان، الرسامين بشركة متخصصة، يعني مو شركة، شلون نقول، مو من ضمن شركتنا، يعني شركتنا ما بيها جزء رسام واحد اللي هو يتعامل مع الشركة المتخصصة هذه، أو هو اللي يكون مسؤول عليها ويطلب من عندهم الشغل أو الرسومات أو يشرف عليهم. بالنسبة للمساحة واللي هو موضوع كلامنا، أيضا نتعامل مع شركة متخصصة بالمساحة. زين، إحنا اللي جاي أشوفه أني إنه بالموقع تجي سيارتهم، الشركات يوزعون سياراتهم، موقع العمل كبير 30 كيلومتر، في عندنا أكتيفيتي على الجسور، أكتيفيتي على الستورم ووتر، أكتيفيتي على الجرابن أو القنوات تصريف المياه السطحية اللي جنب الطريق، على الكربستون مثلا، على الأساسات مال الجسور. فهذه ينزل لك الشركة المساحة، تنزل أكثر من جروب على مود يغطون الشغل. زين، أني سؤالك، هل هو اللي جاي يشتغلون مهندسين مساحة أو مساحين؟ هذا ما أعرف أني بي، بس بصورة عامة أنه أنت عندك شهادة مهندس ما راح يعتبروك مساح، يعني مساح أرضي أو هيك، لا، أنت مهندس مساحة، فهو مهندس مساحة، شهادتك أخي ما راح ينسوها هنا. أنت إذا درست شهر واحد زيادة بين جامعة عن جامعة أخرى، راح تفرق هم عندهم هنا أثناء معادلة الشهادة مالتك. فهو راح مني راح يسوي لك معادلة الشهادة، بعد ما تقدم على طلب المعادلة راح يكتب يسمح للمهندس سامر بأن يعمل كمهندس، بأن يزاول مهنة مهندس مساح في ألمانيا. هاي صيغة المعادلة، يسمح للمهندس كذا 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 خريج كذا كذا أن يزاول مهنة مهندس مساح في ألمانيا. أو مهندس مدني مثلا، أني صيغة المعادلة مالتي أن يسمح للمهندس محمد هاشم أحمد أن يمارس مهنة الهندسة المدنية أو يعمل كمهندس مدني في ألمانيا. فالجواب سؤالك، مهندس مساح وليس مساح أرضي يعني. تمام أخوان، اسألوني أخوان، لأنه بصراحة أنا صار لي 3 أو 4 أشهر ما مسوي بث مباشر، فاللي يريد يسأل إن شاء الله إلى الأجر، لأنه غيره راح يستفاد من أسئلته، وإن شاء الله بس أكون غطيت الأجوبة مالتكم بصورة مقنعة. ماكو أسئلة أخوان، ننهي البث يعني إن شاء الله.
على قلبك أخي سامر حبيبي، يحفظكم الله. أنا سعيد بتواجدكم في البث المباشر، وصراحة أريد أسكر البث، وبنفس الوقت أقول خاف أسكر وواحد لسه عنده سؤال أو يجول بخاطره سؤال معين، فراح أبقى. خمس دقائق النوب حبيبي يا أخويا سامر، إلي الشرف، إلي الشرف والله. ممنون من عندكم كل من سأل سؤال، أنا جدا شاكر لكم ويحفظكم الله إن شاء الله. إن شاء الله كلكم نشوفكم هنا بألمانيا، لأنه فعلا ألمانيا بلد يقدر الكفاءات، يقدر الناس، يقدر البشرية، يقدر الإنسان، يقدر أطفالك، يقدر عائلتك. زين، تأمين صحي، شو أقول لك يعني. هسه على سبيل المثال أنا دا أشتغل، في حال إنه لسبب أو لآخر الشركة بطلت عندها مشاريع، قالوا لي بعد 3 شهور ما نقدر نشغلك يمنا مثلا. زين، مباشرة ينطوك ورقة، تاخذ الورقة تروح على مكتب العمل، قول لهم أني هذه الشركة خلصت شغل يمهم، دوروا لي على شغل بشركة ثانية. هم راح يدوروا لك على شغل مكتب العمل، زين، وبنفس الوقت يعطوك راتب يسموه الأربايت لوس، اللي هو اللي العاطلين عن العمل، يعطوك راتب يكفيك للمعيشة، أو بالأحرى يعطوك 80% من آخر راتب أنت أخذته بهاي الشركة لمدة سنة. 80% من راتبك يكفيك معيشة وإيجار وكل شيء. زين، في حال أنه ما يكفيك هاي 80%، هم يعطوك رينج معين يكفيك أنه تدفع إيجار الشقة مالتك، يكفيك أنك تعيش حياة كريمة، أكل وشرب وأحسن لبس وأحسن أكل. زين، ف لذلك العالم تحاول تجي لأوروبا، أو لأنه الإنسان فيها معزز مكرم، وهذه غاية كل الأديان، فما بالك بالدين الإسلامي الحنيف اللي هو خاتم الديانات وتوصيات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة والتآخي بس إحنا للأسف حكوماتنا أبعد ما يكون عن هذا الشيء. أخي طارق حياك، بارك الله فيك، رحم والديك ووالدين ووالديكم، يرحم موتانا وموتاكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نلتقي يا أخي طارق يا رب، والله يسعدني. أخي هدفك سهل، أخي طارق هدفك سهل جدا، هدفك سهل جدا صدقني. أنا أشجع كل الناس بكل بساطة، في حال كنت ما مستعجل تجي لألمانيا، ادرس لغة وقدم على الدراسة باللغة الألمانية وتجي لألمانيا، وفرصتك بعد ما تخلص ماجستير فرصة تكون كبيرة جدا. يا إما ادرس لغة وترجم شهادتك وحط 4000 5000 يورو بالبنك وقدم على فيزة البحث عن عمل، وأخوك أنا موجود هنا إن شاء الله أساعدك في البحث عن عمل، خصوصا المهندسين المدني. يا أخوان إن شاء الله أخوكم حاضر، أساعدكم بقدر المستطاع أنه تدورون على شغل بألمانيا. وبحسب علاقاتي ويا المهندسين صار لي أكثر من سنة و3 شهور شغال بهاي الشركة، الحمد لله صارت عندنا علاقات كثيرة ويا مدراء ومهندسين ويا شركات أخرى، نستخدم كل علاقاتنا. قبل فترة أحد الأخوان الأعزاء من سوريا، أيضا ما أريد أذكر اسمه، خاف يجوز هو ما يريد أذكر اسمه، الله يوفقه إن شاء الله يسهل أمره، أحد الشركات اللي تشتغل بشركتنا بالبلانوم، أيضا حسب علاقاتنا عرضت أوراقه على هذه الشركة وتواصل وياهم، وهسه حاليا أيضا هو خريج ما عنده خبرة، بس ما شاء الله عليه كفؤ وخلص مخلص دراسة ماجستير في ألمانيا، وهسه اشتغل ويا هذه الشركة أحد أصدقائنا، وجاي يبدع ما شاء الله بالشغل والله يوفقه، يعني عن طريق علاقاتنا الحمد لله بفضل رب العالمين.
فلسه موجود. تواصل وياي الأخ مصطفى، مهندس مصطفى من موريتانيا أو من الصومال أعتقد، وإن شاء الله قريبا جاي يكمل دراسة. عجبني بطريقة تفكيره، قال أني لما أريد أدخل مجال العمل أدخل بقوة، لازم تكون لغتي قوية، ما أريد أدخل بمجال العمل ولغتي شوية ضعيفة. فأني أحييه وشديت على إيده، قلت له أحسن شيء تسويه، ووديت له مواقع إن شاء الله، وراح أبقى على تواصل وياه إن شاء الله إلى أن يحصل على فرصة عمل إن شاء الله. فأني وياكم خارج ألمانيا وداخل ألمانيا، أخوكم وياكم بكل الأوقات، وأرقامي يمكم والتواصل موجود إن شاء الله. حياكم الله، والمحبة بالله موجودة أهم شيء. نعم نعم أخي، ممكن تفتح البث المباشر. نعم بس راح أسكر إن شاء الله، راح المفروض يتسيب وتقدر ترجع للقناة وتشوف هذا البث المباشر. وعليكم السلام ورحمة الله أخي علي، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله على أخوي كرار، حياك الله حبيبي، يحفظك ربي يحفظك ربي. كرار ما جاي تشتغل، أنا منتظرك هنا تجي قدم على، شوف البث يفيدك هذا، قدم على دراسة بالإنجليزي ماجستير، وتعال وانت من تبدي دراستك بالماجستير بالإنجليزي ابدي دراسة باللغة الألمانية، وتخلص هن اثنين هن مع بعض بالتوازي، ومباشرة إن شاء الله تبدي تدور على شغل وتتوفق إن شاء الله ومكسبك هنا. تقدر يا غالي، تقدر تدرس ماجستير باللغة الإنجليزية، بس مثل ما قلنا راح تكاليفها تكون أكثر شوية من اللغة الألمانية. يعني إذا تعلمت ألماني سي أينز أو بيز باي وقدمت حصلت على ماجستير، يعني دراسة مقعد دراسة ماجستير باللغة الألمانية، تكاليفها راح تكون زهيدة جداً. أما الدراسة باللغة الإنجليزية راح تكون شوية مكلفة، تمام؟ فهذا الفرق الوحيد اللي موجود بين الدراسة باللغة الألمانية أو باللغة الإنجليزية، تمام؟ بالنسبة لفرص العمل، يعني بعد ما تخلص ماجستير مثل ما قلنا، أحد الأخوان من مصر الحبيبة من تواصل معي أو تواصلت معه، فأخبرني إنه بيعطون فيزا، يعطون فيزا بعد ما يخلص الطالب الماجستير ويحصل على الشهادة، يعطوه فيزا للبحث عن عمل مدتها سنة ونص، 18 شهر. ليش؟ لأنه هذا البلد أو ألمانيا تحب تكسب الكفاءات اللي خصوصا اللي درسوا عندهم، وهم عارفين شنو جودة الدراسة عندهم، فيعرفون انه هذا الشخص من اخذ ماجستير بألمانيا هذا كفؤ انه يحتفظون به ويعتبروه مكسب. بغض النظر بعض بلداننا للأسف هي تفرط بشعبها وتفرط بالكفاءات اللي موجودة عندهم، هنا لا، هنا بلد يقدر الكفاءات زين ويحاول قدر المستطاع يحتفظ بهاي الكفاءات. يعني اسأل أخويا كرار، اسأل، ترى راح أسكر البث صار لي ساعتين، فاسأل على مود أبقى وياكم بدون أسئلة، ما أريدكم تملون من عندي بس قاعد بدون حكي فصعبة. طبعا للأسف أول مرة اللينك ما اشتغل، ما أو ما كان في صوت، ما أعرف عندي مشكلة بالكمبيوتر، ما أعرف شنو سببها. بسم الله،
تمام أخوان. المشكلة الفيزا الدراسية بصعوبة تتحصل من يمنه. والله أخي كرار، أخوي كرار حبيبي، أنت قدمت والرفضت، حصلت على قبول بجامعة ألمانية ورفضوا لك الفيزا. هذا سؤالي لك، لأنه البارحة بنت أخو صديقي زين اجت لألمانيا بدها تدرس ماجستير باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله الله يوفقها وراح تدرس لغة ألمانية. واحتمال تشتغل هنا بعد ما تخلص ماجستير، ما تعرف. وكل واحد عنده مخطط، عنده هدف يمشي عليه. أنا سؤالي إليك، أنت تقول صعوبة الفيزا الدراسية، زين أنا سؤالي إليك، هل أنت قدمت على جامعة بألمانيا وحصلت قبول؟ رقم واحد. رقم اثنين، هل حصلت قبول أنت ووديت القبول مالتك هذا للسفارة الألمانية ورفضوا لك الفيزا؟ أخي ما يرفضون. هذه أنت لما تروح تدرس وتدفع للجامعة فلوس، هذه أدفانتج لهم كبلد، ما يرفضوها هاي الفيزا. بعدين أنت من رايح تدرس ماجستير، في حال كملت ماجستير وما ردت تطلع من ألمانيا، هم يكيفون؟ عبالك يزعلون؟ لا، راح يكيفون، راح يكسبون مهندس عنده ماجستير أو مهندس حتى بدون ماجستير. هسه مثل ما قلت لك، ألمانيا دا تحذو حذو كندا باستقطاب الكفاءات، زين؟ مو مشكلة حبيبي ولا يهمك، أنت ارجع شوف البث على كيفك، وإن شاء الله إذا الله قدرنا، يعني أنا مشكلة ما عندي واهس، باكر المفروض أطلع زيارة للموقع، عرفت؟ فحتى ما أريد أتأخر بعد وقت أشوى، فلأنه أنا من أطلع على المشروع أطلع الصبح بالتسعة، ما أرجع للساعة 6 العصر، يا دوب أخلص، يعني أمر على كل الجسور وكل المواقع بالطريق، ولازم كلها أوثقها بالصور على مود متابعة نسبة الإنجاز، وفيما بعد نعمل التقرير الشهري، نسبة الإنجاز الشهرية وتطور التقدم العمل، بالإضافة إلى الدفعات الشهرية والفلوس المردود المادي اللي هو الشركة يعني. هذه كلها لازم تكون موثقة، لذلك نعمل زيارات أسبوعية. المفروض أروح أكثر من يوم، يعني أروح مثلا ثلاثاء أو خميس، يا الله أغطي الموقع. بس تعرف العراقيين دمهم حامي، أنا لا ما أحب أطلع من الصبح ما أرجع إلا خلص الموقع كله ألفه إن شاء الله، إذا الله يعني أعطانا الصحة والعافية وما صارت عندنا مشاكل. بس بالشتاء شوية مشاكل، لأنه صعود ونزول ولوفات وهذه، وبس تمطر الدنيا تصير شوية خطورة انزلاق السيارة. بس بالصيف حلو يعني. أخي سامر شنو سؤالك؟ لا بكالوريوس، أنا ما عندي ماجستير، فقط بكالوريوس مع خبرة. أخي خبرة تقريبا فوق 20 سنة في الإمارات كنت شغال، فضل رب العالمين يعني. قلت لك حتى الخبرة هي مو فد شيء معضلة هنا يعني في ألمانيا، بس إنه جدا عادي إنه أنت تشتغل على البكالوريوس مالتك حتى بدون الماجستير، جدا عادي. اللي يفرق أنا أقول لك احتمال الراتب يفرق، إذا عندك ماجستير اللي يسموه الجهالت يكون أكثر. تمام، إن شاء الله جاوبت سؤالك أخي سامر. دبلوم بناء ميكانيكي، شوف أنا هذه ما عندي خبرة بيها، بس راح أعطيك رأيي الشخصي بغض النظر عن إنه كان صائب أو خاطئ.
وانت لك الحريه، كامل الحريه في يعني اعتماد رايي الشخصي كاخوك، او تضرب عرض الحائط. المانيا اصلا هي شركه صناعيه، بلد صناعي، مصانع سيارات، يعني دبلوم البناء الميكانيكي او ميشانيكال باو او باو ميشانيكال اعتقد مطلوب هنا. بس مثل ما قلنا انه اهم شيء تترجم شهادتك اخي زين، وتتعلم لغه المانيه. اللغه الالمانيه لا تنزعجون مني من كل شويه اقولكم اللغه الالمانيه، لانه صدقا بدون اللغه الالمانيه لا تنتقل على خطوه، او لا تحاول تبدي من خطوه اخرى. ابدي بالخطوه تعلم اللغه الالمانيه وبعدين انتقل للخطوات الاخرى، لانه كل الخطوات الاخرى جدا سهله. اللغه الوحيده اللي هي حاجز بينك وبين انه انت تشتغل او تدرس او whatever في المانيا هو حاجز اللغه. بعدين انت اخي تقدر تجي هنا، على فكره اخي عبدو تقدر تجي هنا زين، وفيك تقدم على باتشلر، فيك تقدم على باتشلر حسب شهادتك الاعداديه، تقدر تقدم على دراسه بكالوريوس هنا وتكمل جامعه سواء بالانجليزي او بالالماني، وتقدر تحصل على شغل وبنفس الوقت تبحث عن فرصه دراسيه. بعد ما تحصل شغل تقدر تدرس بالتوازي مع عملك. يا اخي في المانيا الفرص مفتوحه بكل الاتجاهات. انت بيك خير، وخطط لنفسك وارتقي، اطلع اطلع بنفسك. تطوير هنا مفتوح بكل المجالات، يعني ماكو خريج اعداديه ما يقدر يحصل بكالوريوس، ماكو ابو البكالوريوس ما يقدر يسوي ماجستير. انا هسه اقدر اكمل ماجستير زين، بس يعني كشغل ما عندي وقت، يعني لا سمح الله لا سمح الله في حال فقدت الشغل لسبب او لاخر، قد تكون الشركه ما عندها مشاريع، يقولوا لي ما عندنا مثلا استمراريه بالعمل، مباشره انخرط للدراسه، ارجع للدراسه ادرس ماجستير، لانه الماجستير ادفانتج بالنسبه لاي مهندس. بكالوريوس اخي 3 سنوات ما راح يعدلوا لك اياها هنا، ما راح، ما اعتقد راح يعطوك معادله كبكالوريوس، لازم تدرس كم سنه دراسيه اخرى. يعني احتمال تجي هنا هذه ال3 سنين يسووا لك اياها معادله، تبدي من صف ثاني بجامعه معينه، تكمل سنتين يلا يعطوك باتشلر معتمد من عندهم، لأنه البكالوريوس المتعارف عليه هو 4 سنين، وما أعرف 7 أو 8 سمستر ما أعرف. يعني بكل أحوال أنا ما أنطيك جواب نهائي، يفضل يفضل يعني من نصيحة أخي عبدو أنك تحاول ترجم شهادتك وترسلها على الموقع اللي موجود باليوتيوب مالتي، انه معادلة الشهادات، حاول ترسلها، قد تحصل على معادلة ان شاء الله. بس انا اللي اعرفه انه الجامعة او البكالوريوس 4 سنين. يعني بالنهاية القرار عندهم، وان شاء الله يا ربي يعني يعطوك معادلة وامورك طيبة ان شاء الله. حياك الله أخواننا من الجزائر ما شاء الله منورين اليوم، حياك الله أخوي عبدو، سعيد بتواصلي وياكم ويا كل الوطن العربي، يحفظكم الباري. عيوني كرار حبيبي، أنا أشكرك ونورتني يا غالي. هسه يلا ترجع تشوف الفيديوهات. أخوي سامر حبيبي، أنا أسعد أنا أسعد، أنا أخوكم في الله إن شاء الله، وحاضر دائما لأي استفسار
بس اللي أتمنى من عندكم بس يكون عندي بث مباشر تكونوا موجودين على مود توفرون علي وقت شوية، لأنه مو على طول أقدر أجاوب على الواتساب، بس يكون عندي مجال. يعني إذا صادفت أكثر من أخ مثلا بالفوخن إنده أو بعطلة نهاية الأسبوع، إذا صادفت أكثر من 5 أشخاص يحاولون يتواصلون وياي بنفس الوقت، وأني المفروض أخلي وقت شرعا، أخلي وقت لعائلتي والأطفالي بنهاية عطلة نهاية الأسبوع، فجزء يعني ما أقدر أتواصل وياكم. فالتواصل وياي ما يكون بعطلة نهاية الأسبوع، ما بيكون يوم السبت والأحد. يفضل أي واحد يريد يتواصل وياي أثناء أيام الأسبوع العادية اللي هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويفضل أن يكون بعد الظهر. تمام، أكون يعني الصبح يكون عندي شدة بالشغل، شوية تركيز بالعمل، وبعد الظهر يكون الوضع شوية ريلاكس. فاكتب لي على الواتساب، فمجرد أكون أني صار عندي مجال أرد عليه، إذا ما رديت عليه معناته مشغول، فأرجو أنه تعذروني. أنا أسعد أخويا سامر، أنا أسعد والله، سعيد فيكم كلكم، يحفظكم الله. سألونا يا شباب ولا نسكر البث؟ حسين علي داز لي على الماسنجر، خلينا نشوف حسين علي شنو داز لي على الماسنجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يحب يتصل على الواتساب يتصل الآن. أخي الكريم، أنا ممكن الوصول إلى ألمانيا، ممكن الوصول إلى ألمانيا أيما، أسأل فيزا دراسية أم علاجية؟ أنا عندي طفل 5 سنوات حالته صعبة، أدريت سلسلة عمليات في تركيا ولبنان والنتائج. السلام عليكم ورحمة الله. أخي الغالي، أول شيء أنا ما عندي علم بالفيزا العلاجية ومدى صعوبتها، بس إذا كان عندك تقرير تدعم التقرير الطبي من جهات إنسانية مثل منظمات إنسانية أو منظمات خدمية، وتقدم التقرير الطبي مع التوصيات من المنظمات الإنسانية، تقدمها إلى السفارة الألمانية، إن شاء الله يا ربي يوافقوا لك على فيزا علاجية. أما بالنسبة للفيزا الدراسية فأنت ما راح تستفاد بيها بشيء معين، لأنه ما راح تقدر تجيب ابنك للعلاج، فهي هنا المشكلة، مو موضوع أيهما أسهل. الفيزا العلاجية أنا ما عندي علم بيها هل هي سهلة أو صعبة، بس أنا أنصحك أنه أنت تعمل تقرير طبي مضبوط وقوي ومفصل جدا، والترجمة إلى اللغة الألمانية من مترجم أيضا يتقن اللغة بصورة مضبوطة، وتحاول توديه قبل ما تقدمه للسفارة الألمانية، تحاول توديه إلى جهات منظمات إنسانية، تعطيهم أو تكتب لك توصيات أو تكتب رسائل مناشدة للسفارة الألمانية أنه يوافقوا لك على الفيزا، وإن شاء الله بإذن الله راح تحصل على هذه الفيزا العلاجية. وإذا جيت هنا لألمانيا أيضا حاول تتواصل معي، إن شاء الله ما نقصر وياك، حتى لو يعني بأي شيء إن شاء الله اللي نقدر عليه ما نقصر وياك. تحياتي لك، حياك الله. طبعا أخوان، السؤال هنا أحد الأخوان سؤاله كان إذا ممكن الوصول إلى ألمانيا أيهما أسهل، فيزا دراسية أم فيزا علاجية؟ عند طفلة 5 سنين الله يشفيه شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله، يقول حالته صعبة جدا، سواله عدة عمليات بتركيا ولبنان والنتائج ليست جيدة للأسف. فهذا كان سؤاله، نسأل الله إن شاء الله أن يشفيه
ويوفقه للخير يا ربي، وان شاء الله الله يسهل امره ويحصل على الفيزا العلاجيه ويجي هنا ان شاء الله ما نقصر وياه يا رب. الله يسهل امره ان شاء الله. ودزيت له هذا التسجيل. تمام، خلي نرجع لاسئلتكم اذا عندكم اسئله. بسم الله. السؤال الأخير أخي سامر، اسأل اسأل اسأل، طالما أنت تسأل أنا موجود هنا. إذا ما توقفون على الأسئلة أنا ما راح أسكر البث المباشر، ما عندي شيء لسه، الساعة ما صارت بالعشرة، عندي الوقت عندكم يجوز متأخر بس عندي الوقت لسه مبكر شوية. نرجع هنا نقول السؤال الأخير، هل مهنة مهندس المساحة في ألمانيا هي مهنة ممتازة وراقية حسب خبرتك بالأمور الهندسية؟ شوف سؤالك أخي سامر، يعني سؤالك هل هي مهنة ممتازة وراقية؟ هذا السؤال ما ينسأل في ألمانيا، لأنه الموظف موظف في ألمانيا، ماكو فرق بين موظف اللي يلم الأوراق من الشارع أو الموظف اللي يشتغل مهندس أو الموظف اللي يشتغل بالبرلمان أو الموظف اللي يشتغل رئيس وزراء. هنا أكو نظام اسمه توظيف موظف، يعني رئيس الوزراء أنجيلا ميركل هسه موظفة، أعضاء البرلمان موظفين، عمدة البلدية أو مسؤول المقاطعة موظف، سواء منتخب أو بس موظف، يعتبر نفسه موظف. مدى احترام الوظيفة أو مكانتها المرموقة هاي تبقى عندنا إحنا كعرب، عندنا إحنا المهندس والطبيب والمحامي وما أعرف شنو هذه، ومسوين تدرج وظيفي على مزاجنا، كل واحد إلى حاجته بهالبلد، يعني البلد محتاجته، محتاجة المحامي، محتاجة المنظف، محتاجة الحلاق، محتاجة هنا، هيك ينظرون للموظف بهاي الصورة. فكل الوظائف بصورة عامة ينظرون لها بنظرة احترام وتقدير في ألمانيا. طالما أنت تعمل أنت في مجال الاحترام والتقدير من كل الشعب الألماني، طالما أنت قاعد بالبيت وعالة على البلد الألماني وجاي تاخذ مساعدات العاطلين عن عمل، فأنت منبوذ خلينا نقول من الشعب الألماني، خصوصا إذا عرفوا أنه أنت ما تريد تشتغل، قد تكون أنت تبحث عن عمل وما لقيت عمل، فهذه المساعدات من حقك شرعا في عرف البلد هذا، انه انت هو ما تروح تشحد، تريد تعيش بالنهايه، وجاي تدور على شغل، مدينتك قد يكون ما بيها شغل. بس الان اني مدينتي ما بيها شغل، ما لقيت شغل للمهندس المدني، انا الان اعمل في مدينه اخرى، اروح للبيت فقط الجمعه بعد الظهر والسبت والاحد، وارجع للعمل الاثنين صباحا، اصل هنا الظهر وأبدي شغل. وهذا النظام في ألمانيا، تريد تشتغل قد لا تجد عمل في مدينتك. فالوظيفة والليفل مال الوظيفة سؤالك، ومرموق أو غير مرموق هذا ما يأثر، لأنه أنت بالنهاية في موقع العمل ما حد راح يشوفك، يعني بالنهاية من لما تخلص شغلك بالفوخن عند أو بنهاية الأسبوع تروح أنت مجرد شخص عادي، إنسان عادي، كل الناس سواسية، تعيش بمجتمعك، تعيش بمدينتك، تروح تتسوق، تروح كل شيء. اللي يفرق قد يفرق ماديا شوية، اللي هو راتبك يكون شوية أعلى من الوظائف الأخرى، زين، فماديا تكون شوية مرتاح. واللي يفرق أيضا في موقع العمل، أنت كمهندس راح يكون مستواك الوظيفي أريح، ما نقول أرقى، نقول أريح من الوظائف الأخرى في الباوشتلة أو موقع العمل. ليش نقول أريح ما نقول أرقى؟
لأنه هنا أنا مديرك هو وياك بنفس المستوى، مو مثل المدير اللي في بلداننا. المدير ما تقدر تتكلم معه، ما تقدر تسلم عليه. هنا لا، الوضع يختلف أخوان. زين، الوضع يختلف في ألمانيا. مديرك هو صديقك، يعني زميلك، ما يجي يكلمك بصورة أمر. ماكو عمل بصيغة الأمر هنا. أنا دائما يطلب منك طلب محترم. أنا لحد الآن هسه لو أفتح لكم الإيميلات من اللي تجيني من المدير مالي، دائما أنه هل تقدر تسوي لي كذا كذا، هذا الجدول المعين، هل تقدر وانت بطريقك بزيارة الموقع تركز لي على الجسر الفلاني، هل ممكن، هل سؤال مو فعل أمر، هل يعني نعطيني مجال أنه أقول له لا تعذرني ما أقدر. فموضوع المدير والمستويات انسوها بس تجون الألمانية. حتى أنت من تصير مدير على شباب، ما يعني ممنوع منعا أنه أنت تصرخ على واحد أو تعامله بصيغة الأمر، دائما بالاحترام لأنه ما يهم. أنت إذا صيحت عليه ترك الشغل وبطل وراح قعد وياخذ فلوس، يعني بالنهاية أنت تطلع الغلطان. دقيقة أخوان أرجع لكم. الله يوفقك إن شاء الله أخي عبدو. بالنسبة للدروس الألمانية، في عندي نشرت 3 كتب، الضياء العبد الله، آينز وآزباي وبي آينز. هذه كتب جدا مهمة يعني، بس اكبسوا على اللينك اللي تحت الفيديو وتتوصلون للكتب بي دي اف، بالإضافة أنه تتابعون القنوات الكرتونية جدا مفيدة. نعم أخي بالضبط، أقصد منظمات المجتمع المدني، بس أهم شيء ترجم التقارير إلى اللغة الألمانية وترفقها بطلب الحصول على فيزا علاجية، وإن شاء الله الله يوفقك وتحصل على الفيزا يا رب. أكيد راح تكون أسهل من الدراسية بالنسبة لك لغايتك وهدفك اللي هو العلاج ابنك إن شاء الله، الله يشفيه. أهم شيء يعني بهاي الطريقة تشتغل عليها، ويا رب يا رب تتسهل الأمور إن شاء الله. تمام أخوان، وين صرنا؟ الله المستعان أخي علي، الله المستعان. لا أخي ماكو. بالنسبة أخي سامر، هل رواتب مهندسي مساحة في ألمانيا هي الأدنى بين فروع الاختصاصات الهندسية؟ شوف أخي، هنا أنا بصورة عامة المهندس الراتب ماله أقل من مرتبات المهندس في دول الخليج. يعني المهندس بدول الخليج قد يبدي براتب قليل، في الوقت الحالي رواتب قلت جدا، بس في ألمانيا رينج الرواتب يبدي من 4000 يورو إلى 6000 يورو، يعني هذا معدل الرواتب في ألمانيا. تمام، تلحقها ضرائب، يأخذون من عندك ضرائب شيء من 20 إلى 25 أو يعني 18% بتندفع ضرائب. يعني المردود المادي بصراحة لا شيء يعني يعتبر، تكاليف المعيشة وهذا الشيء، بس من تقارنها بدول الخليج تعتبر لا شيء. من تقارنها ببلداننا احنا، لا أكيد بها فائدة وفرق كبير. يكفي أنه هم عاملي لك تأمين صحي لا سمح الله، أي عملية تحتاجها أنت أو أطفالك هم أو التأمين الصحي راح يغطي هاي العلاجات.
وبالعكس يعني عيشة طيبة وكريمة يعني الحمد لله والشكر. بس بصورة عامة اللي يدور مردود مادي أنصحه، وإن شاء الله بس الله يفرج هالأزمة على الأمة الإسلامية وعلى العالم أجمع، أزمة كورونا، إنه بس يتحرك السوق العمل شوية بدول الخليج. أنصحه إنه يتوجه يعمل بدول الخليج، لأنه المردود المادي فيها يكون أكثر. بس بنفس الوقت رجعنا لموضوع الإنسانية أو العمل بصورة إنسانية أو بدون ضغوطات، وهاي مو موجودة. إن أنا ما حد يقدر يجبرك إنه تشتغل أكثر من 8 ساعات إلا أنت بإرادتك. تمام أخوان، اسألوا، تفضلوا اسألوا أي أسئلة. حطيت اللينكات لكم على اللينكات مالتي مال الفيسبوك مال اللينكد إن، تمام، ومالت اليوتيوب. اليوتيوب ما حطيتها، اليوتيوب هو نفسه، هذا البث نفسه تقدرون. اشتركوا بالقناة. وهذا اللينك مال القناة مرة ثانية حاب أرسلكم إياه. تمام. أهم شيء شباب اللي يشوف الفيديو سواء هو يستفاد منه أو يعرف أحد الأخوان يستفاد، ممكن يستفاد منه، يودي لي اللينك إن شاء الله وأجر عند الله. يعني بالنهاية أنت إذا الشخص استفاد بصورة معينة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، استفاد من إجابات أو توضيحات، أو يستفاد بعد ما يتواصل معي على الواتساب إن شاء الله وما قصر وياه بإذن الله، فالأجر للي دل على هذا الفيديو أو دل على هذا اللينك للتواصل. وأنا أخوكم بالله إن شاء الله، ما أريد منكم غير الدعاء وكلمة رحم الله والديك والله يرحم موتانا وموتاكم ويجمعنا بهم جنات النعيم. تمام، الشباب جاي يعلقون على الفيسبوك وممكن ما حد داخل على راح أنطي اللينك هنا للأخ، أودي له اللينك. أكو إشكال بالموضوع، دائما تصير بالبث سبحان الله. أول ما نفتح البث على اليوتيوب ما يضبط الصوت، ونرجع نفتح عن طريق الهاتف. تمام، هل السؤال من أخ سامر، الله يعطيك العافية أخوي سامر، هل ضرورية معادلة الشهادات الهندسية في ألمانيا، خاصة أني سمعت من موقع أرامكو المتعلق بالشأن العربي في ألمانيا أن الشهادة الهندسية لا تحتاج إلى معادلة في هذا البلد؟ والله أخي أنا ما أقدر أجاوبك، بس على حد علمي مهمة جدا، بحيث تكتب بالسي في إنه أنا حاصل على شهادة الهندسة المدنية وشهادتي معادلة في ألمانيا أو معتمدة في ألمانيا. فتخيل انت مجرد انت قيسها بنفسك، انه انت تكتب حاصل على شهادة الهندسة كذا، ممكن تروح تشتري شهادة انت مثلا معينة بغض النظر. زين، ف ما اعرف شو اقول لك، ما اعرف،
بالعكس، يجوز شهادتك أيضا من ناحية أخرى أحسن حتى من الشهادات الألمانية، أو خبرتك ودراستك أحسن. بس يعني أنا بالشغل أحكيك عن تجربتي بالشغل، ومن قدمت على شغل طلبوها من عندي، طلبوها من عندي. والمهندس أخونا اللي قلت لكم يعني اشتغل من فترة قليلة مع إحدى الشركات اللي تتعامل ويانا، أيضا ما شاء الله عليه بعد ما أخذ شهادة الماجستير كان عامل، طبعا شهادة الماجستير أصلا من ألمانيا، بالنسبة لشهادة الباتشلر كان أيضا عامل لها معادلة من ألمانيا. فما أعرف أنت بالنهاية، هذا السؤال الأخير اللي سألته أخويا سامر تقدر تجرب، ما أقدر أقول لك إيه أو لا، احتمال ما يعني مو ضرورية، بس أني وجهة نظري لا، أدفانتج تنطيك إنه للحصول على عمل. وشنو اللي يمنع إن هم ما يعطوك معادلة؟ إذا الدولة ما تعطيك معادلة شهادتك أو ما معترفة بيها، فليش كشركة تعينك في حال وجود مهندسين آخرين معتمدين في ألمانيا؟ هذا السؤال اللي أسأله نفسي وإلك، ولا شنو رأيك؟ أنا برأيي لأنه أكو منافسة بالنهاية، فأنت شلون تريد تميز نفسك عن المنافسين الآخرين؟ هو أنه أنت عندك مثلا شهادة معادلة أو معترف فيها، عندك أبو الماجستير ينافس أكثر من أبو الباتشولر، صح ولا لا؟ اللي عنده خبرة قوية أكثر من اللي ما عنده خبرة، بغض النظر عن أنه إحنا قلنا حتى اللي ما عنده خبرة يقدر يدخل كتريني كمتدرب بالشركات الكبيرة المحترمة اللي هم أصلاً عندهم أكاديميات لتدريب العمالة والموظفين. يعني الحين إنه يندرجوا بسوق العمل بصورة طبيعية وبدون فروقات. ولا يهمك أخي، ممكن تسأل مليون سؤال وحاضرين. سؤالك راح، إذا تسمح لي طبعا أنا ما راح أقول اسمك، بس راح أقرأ سؤالك على البث المباشر وأجاوبك إن شاء الله. حالة الطفل تحتاج إلى متابعة ما بعد العملية، وأيضا متابعة مستمرة، يصير لهذا السبب البقاء في ألمانيا. أخي الغالي، أنت أخذ هذه التوصية، المتابعة المستمرة ومتابعة ما بعد العملية، هذه التوصية اللي جاي تقول عليها حاول تأخذها من المستشفى اللي في ألمانيا اللي تجري العمليات إن شاء الله وبالشفاء العاجل يا ربي لابنك، ويحفظ ربي وتفرح به ويشفي كل مرضى المسلمين. تأخذ هذه التوصية إنه حالة الطفل بحاجة إلى متابعة مستمرة، وتأخذها وتروح تقدم على طلب لجوء، زين، أو تقدم على إقامة دائمة، خلينا نقول مو لجوء، قبل ما تقدم على اللجوء تقدم على الإقامة الدائمة، قول لهم هاي توصية من المستشفى وأني يراد لي أروح لبلدي وأرجع كل فترة أتابع حالة ابني. ف يعني يا ريت احصل على اقامه دائمه او فشي. اذا رفضوها وانت في حال جيت ويا ابنك، وهاي تقدر تقدم طلب لجوء، وفي حال تمت الموافقه على طلب لجوءك بعد ما تقدم لهم الاثباتات عن حاله ابنك الصحيه وكحاله انسانيه، طبعا تقدم لجوء انساني انه ابنك مريض وماكو الى علاج بالبلد، وعلاجه يحتاج دائما مستشفيات متطورة ومستشفيات موجودة بس بأوروبا خلينا نقول. ف
فتقدم لجوء إنساني على ضوء هذه الأسباب، وإن شاء الله تحصل على اللجوء، بعدها تسوي عملية لم شمل وتستقر هنا إن شاء الله، وحتى ترتب أمورك بعدين، وتقدر تحصل وظائف، وتقدر بس تكون موجود هنا نتواصل ويانا، نعطيك نصائح إن شاء الله وتفاصيل أخرى شلون ترتب أمورك إن شاء الله وتستقر يا رب، والله يشفي ابنك يا رب. وبعدين اسأل أخي، اسأل ولا يهمك، أنا هسه موجود ومتفرغ لكم يعني. إخواني اللي على البث المباشر صرتم ثلاثة بس، إذا ما عندكم أسئلة احتمال ننهي البث، وإذا عندكم أسئلة صارت الساعة 11، إذا عندكم أسئلة حاضرين للطيبين. أنا سعيد بوجودكم وسعيد بتفاعلكم المتواضع، يعني كان بإمكاني ألحق على كل أسئلتكم إن شاء الله، يعني أتمنى أنه ما أقدر ألحق على أسئلتكم، فالله يوفقكم ويسعدكم إن شاء الله يا رب، وأتمنى أن نكون قدرنا نفيدكم ولو بجزء يسير من المعلومات المتواضعة. تصبح على خير أخي الغالي حسناوي، خلي أشوف الجواب مالك هسه، احتمال أجاوبك لو بي ما جاني شيء على الواتساب. دقيقة، بسم الله، والله أخي الغالي التفاصيل كلها اللي ذكرتها والبرامج والتطبيقات هذه كلها تقدر تشتغل بدونها، فهي كلها أدفانتج، وجزاك الله ألف خير والله يوفقك تمام التمام، يعني راح تكون عرفت. ماشي أخي، يعني يمكن أنت طلعت من البث المباشر فراح أجاوبك على الواتساب. أخي الحبيب هذه البرامج والتطبيقات اللي ذكرتها كلها زيادة خير نقول عليها احنا تمام، يعني انت بغض النظر دراستك الجامعية هي مجرد انك تعمل معادلة لشهادتك الجامعية هي كافية انك تشتغل هنا. ركز لي على اللغة الألمانية، الله يخليكم ركزوا لي على اللغة الألمانية بغض النظر عن كل البرامج الأوتوكاد 3 دي ماكس برامي فيرا ام اس بروجكت وات ايفر بروجكت سيفل 3 دي شنو البرامج والتطبيقات اللي تعرفها كلها لا تأتي شيئا بجانب اللغة الألمانية. ركزوا لي على اللغة الألمانية يا شباب، هاي آخر شيء نختم به، آخر شيء نختم فيه البث المباشر، انه اللغة الألمانية هي أساس كل شيء، أساس الدراسة، أساس الشغل،
أساس كل شيء. فركزوا لي، بدل ما طالما أنت حصلت شهادة جامعية أو بكالوريوس أو ماجستير، ركز لي بعدها على اللغة. الله يخليكم، ركزوا لي على اللغة. أنا من جاي أقول لغة، ما جاي أقول لغة هيك اعتباطا. اللغة هي تفتح لك كل الأبواب المقفلة أمامك. بدون لغة، لو عندك 60,000 ماجستير، لو عندك 60,000 تطبيق تشتغل عليه بالإنجليزي أو بالعربي، ما راح تحصل شغل هنا في ألمانيا. فهمتوني يا أخوان، فهمتوني يا شباب. والتسجيل وصلك إن شاء الله على الواتساب، والله يوفقك للخير. فركز لي على اللغة، وهذه كلها الله يبارك فيك أدفانتج لإلك إن شاء الله، راح تكون سبورت لإلك من تكتبها بالسي في، إشي يشرح القلب ويبيض الوجه. والله يوفقك إن شاء الله. تحياتي وتصبح على خير. ماشي يا غالي. نزلت لك التسجيل إن شاء الله، وصلك على الواتس. تمام يا شباب، اللي اجوا متأخرين أنا أعتذر من عندكم. الساعة صارت 10، أتمنى ترجعون تشوفون التسجيل من البداية، وإن شاء الله نغطي أسئلتكم واستفساراتكم. ومع ذلك الواتساب مالتي موجود بالبث المباشر. أكثر من مرة كتبت الواتساب وراح أكتبه للمرة الأخيرة، وتقدرون تكتبوا لي أسئلتكم. وإن شاء الله ما نقصر وياكم. تمام، والله يوفقكم للخير. تحياتي لكم، كان معكم مهندس محمد الجميلي من ألمانيا في حلقة بث مباشر. إن شاء الله تنعاد أكثر من مرة في حال لقينا أو وجدنا دعم وإقبال على هذا الفيديو. تمام، أشكركم لحضوركم، أشكركم لأسئلتكم، أشكركم جدا لإثراء الحلقة، وجدا شلون أقول زعلان إنه راح أسكر البث المباشر، بس لازم أرتاح لأنه باكر عندي زيارة للموقع. وهذا المكتب مثل ما تشوفون هنا، زميل عندي للتحصيل أو شلون يقولون عليه الكليم ديبارت، هذا ايضا من شركه اخرى مو من شركتنا. فالنظام هنا أنا قلناها اكثر من مره، نظام سب كونتراكت، واحنا علينا المانجمنت. تحياتي لكم اخوان، وتصبحون على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله.